بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة ضيوفي في الفقرة الأولى في البيت الكبير النجم الكبير كابتن رامي ربيع لاعب النادي الأهلي السابق. أما في الفقرة الثانية الأساتذة الكبار الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري في ضيافتنا في الجزء الأخير من هذه الحلقة، وكلام هام جدا عن ما يحدث في كرة القدم المصرية. حلقتنا النهاردة مليئة بالتفاصيل والكواليس الكثيرة جدا جدا، ولكن قبل ما أبدأ أي شيء وقبل ما أبدأ كواليس وقبل ما أبدأ أي حاجة، طبعا الكواليس واللي حصل من امبارح للنهاردة وأسباب التغير من المدير الفني الأجنبي لمنتخبنا الوطني إلى المدير الفني المصري. أولا ألف مبروك لكابتن حسام حسن، ألف مبروك لكابتن إبراهيم حسن، وكل التوفيق لمنتخبنا خلال الفترة القادمة. ولكن ده الأساس اللي أنا ماشي عليه. أنا لما حاجة أتكلم دلوقتي عن كواليس هي كواليس ما حدث ما خلال الفترة السابقة أو خلال الـ 24 ساعة السابقة حتى الآن. ولكن قبل ما أحكي لحضراتكم كواليس الاجتماعات اللي عقدت صباح اليوم أو من امبارح بالليل الحقيقة ما بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المجموعة دي أو الدكتور أشرف قعد مع الاتحاد المصري لكرة القدم. بعد هذه القعدة أو القعدة دي أسفرت عن تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الأول. خلوني الأول أستعرض مع حضراتكم أو الأسماء الأقرب للوجود في الجهاز الفني لكابتن حسام. حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن كابتن حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وكابتن إبراهيم حسن مديرا للمنتخب. كابتن حسام اختار معاه كابتن طارق سليمان مدرب، كابتن سعفان الصغير مدرب لحراس المرمى، وكابتن وليد بدر مديرا إداريا، وكابتن أحمد الكاس في كمدرب. هل سيتم الموافقة على كل هذه الأسماء؟ لا أحد يعلم حتى هذه اللحظة اللي هيحصل، ولكن إصرار كبير من الكابتن حسام حسن على أن تكون هذه المجموعة موجودة معاه خلال الأيام القادمة. ولكن عشان المصداقية أنا عايز أقول لحضراتكم أو عايزين نتكلم عن الأخبار الصحيحة، لأن أنا تابعت الحقيقة على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة كلام كتير جدا بيقول أن يعني مثلا أو أبدأ بالبداية إن كابتن حسام حسن مش معاه رخصة تدريبية. هذا الكلام هو كلام غير صحيح. أنا بس هنا بحابب إن أنا أوضح. كل الأمور واضحة أمام حضراتكم أو يجب أن تكون كل الأمور واضحة أمام حضراتكم. كابتن حسام حسن معاه رخصة تدريبية حصل عليها من الاتحاد الإفريقي في عام 2014، هتظهر لحضراتكم على الهواء مباشرة مع حضراتكم. في لغط حصل برضو منذ أن تم الإعلان عن تعيين كابتن حسام حسن مديرا فنيا، ولكن للمصداقية ونقول أن الكابتن حسام واخد رخصة من 2014، مش اليومين دول، من 2014، عشان تتقفل بس القصة دي ومحدش يتكلم فيها تاني ومحدش يطلع يضرب في كابتن حسام ولا في كابتن إبراهيم ولا في أي حد. هذه الأسماء الكبيرة جدا سواء كابتن حسام أو كابتن إبراهيم أو كابتن حسام تحديدا واخد هذه الرخصة من 2014. نقفل بقى القصة دي ونبتدي نتكلم عن الكواليس وحالة التدارج الكبير جدا جدا اللي عليها المسؤولين الفاشلين. خليني أقول لحضراتكم المسؤولين الفاشلين، مش لاختيارهم كابتن حسام حسن، بالعكس اختيار كابتن حسام حسن مصر كلها تقريبا متوافقة على هذا الأمر، ولكن أنا هنا بتكلم على التضارب أو التضارب في القرارات اللي بتحصل، ارتباك بدون مبرر. ما تقعد وخد راحتك وخد وقتك وتشاور مع الكل وبعدين خد قرارك. حضرتك ما كنتش مجبر يوم الحد تطلع تعين كابتن محمد يوسف وتقول إن هيجي معاه مدير فني أجنبي، مش أنا اللي قلت بالمناسبة، ده حضرتك كاتحاد كرة. أنا بقول إن هذا الاتحاد هو أفشل اتحاد كرة قدم مصري مر على تاريخ مصر الحقيقة. يعني كل هؤلاء الأسماء من أول الأستاذ جمال علام ولهم كل الاحترام، أنا بتكلم على كيفية التعاطي مع الأمور اللي معاهم، كيفية اتخاذ قرار، مش عارفين تاخدوا قرار،
مش معقولة القرارات العشوائية والتضارب اللي بنشوفه كل شوية. للأخ الأستاذ جمال علام والكابتن والأستاذ خالد دلندلي والكابتن حازم إمام وكابتن محمد بركات والأستاذ عامر حسين واللواء حلمي مشهور والأستاذ إيهاب الكومي والأستاذ أبو الوفا والأستاذة دينا الرفاعي، أنا بقول إن حضراتكم فاشلين فيما يحدث، في مش عارفين تاخدوا قرار يخص منتخب مصر. أنتوا أصغر من إن أنتوا تعملوا كده. اللي أنتوا بتعملوه ده كلام لا يصح، عيب عليكم. كابتن حسام حسن اسم كبير، محدش يدخل كابتن حسام وكابتن إبراهيم في القصة. أنا من الناس اللي موافقة على القرار ده وببصم عليه بالعشرة، ولكن التضارب في القرارات. انت عينت كابتن محمد يوسف وقلت هجيب مدير فني اجنبي يوم الاحد، يوم الاثنين طالع تقول او يوم الثلاث طالع تقول بعدها باقل من 72 ساعة، 72 ساعة بترجع في قرارك وبتعين كابتن حسام حسن الذي يستحق كل التحية. وانا شخصيا يعني بشوف ان الكابتن حسام حسن يستحق ان يكون متواجد على رأس الإدارة الفنية في منتخب مصر، وبيني وبينكم يعني هو اللي عليه الدور وهو الأحق. كابتن حسام البدري جربناه، كابتن إيهاب جلال جربناه، ما كابتن حسام حسن ياخد يعني دوره. قيمة كبيرة وكنت أتمنى له التوفيق دائما، لكن احنا محتاجين اتحاد مصري قوي، اتحاد يستطيع أن يتخذ قرار، مش اتحاد فاشل ايده مرتعشة مش عارف ياخد قرار، ولما بيتخذ قرار لما بياخد قرار بيرجع فيه بعدها في 72 ساعة. شوية فشلة وجهة نظري يعني. على فكرة بالمناسبة أنا بشوف هذا الكلام زي ما حضراتكم عارفين الفترة اللي فاتت أنا كنت دايما، لكن دلوقتي ما يصحش يا جماعة. عندنا أسماء في الاتحاد المصري لكرة القدم لا تستحق التواجد، لا تستحق التواجد. امبارح تاخد قرار بان هجيب مدير فني اجنبي ومعاه كابتن محمد يوسف، النهارده بقول انه كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن ومعاهم الطاقم التدريبي بتاعهم. عشوائيه في الاختيارات، مفيش احسن من كده، مفيش كده. محدش يعني يا جماعه في حياتي كلها، الله يرحمك يا كابتن سمير زاهر، الله يرحمك يا كابتن سمير زاهر، كابتن سمير زاهر كان سابق الناس دي بسنين. وبعدين يزعلوا يقول لك انت اسلام بتهاجمنا وبتعمل بهاجمكم ايه؟ انا ما بهاجمكوش، انا صوت 120 مليون مصري نفسهم ان انتوا تمشوا، نفسهم ان انتوا تاخدوا قرار صح. القرار الوحيد اللي واخدينه صح هو كابتن حسام حسن وابراهيم حسن، لكن القرارات العشوائيه والمتضاربه والنهارده بقرار وبكره بقرار، انتوا حسابكم قرب. والله اقسم بالله ما فيش نقطة إيجابية لهذا الاتحاد، ما شفتش غير فشل فقط، فشل وارتباك وتضارب وحالة من الفشل الزريع والمستمر وبدون مبرر. الموضوع مش مستاهل كل ده، الموضوع أقل من كده بكتير. ما فيش ضغوط، حضرتك اقعد وخد خد راحتك في اتخاذ القرار، كل الناس مساندينك. وبصراحة أنا بشكر دكتور أشرف صبحي، بصراحة والله العظيم بشكر دكتور أشرف صبحي. يعني في حاجات كتيرة جدا مش هقدر أتكلم فيها، ولكن بجد هذا الرجل تعب كل يوم بقرار، وكل يوم هم يعني كل يوم بقرار وكل يوم حاجة جديدة. تعلنوا إن كابتن محمد يوسف مدير فني مؤقت أو ترموها، وبعدين قبلها بشوية تقولوا لا أصل كابتن محمد يوسف مدرب عام، وبعدين قبلها وبعدين أصله مدير فني أجنبي، لغاية امبارح بالليل يقول لك مدير فني أجنبي، النهاردة الصبح يقول لك لا هنجيب كابتن حسام حسن. هو كابتن حسام حسن ده لعبة في إيديكوا؟ أبسط حاجة، كنت حضراتكم اصبروا شوية، طالما حضراتكم وكالعادة مش مستقرين على حاجة ومش عارفين تعملوا ايه. عموما احنا انا شخصيا بقيت اتوقع منكم اي حاجة وكل حاجة، والله العظيم ثلاثة كل شوية افتكر كابتن سمير زاهر. ناس تقول لك كابتن سمير زاهر، كابتن سمير زاهر ده الله يرحمه مثل هؤلاء الاشخاص اللي بيفكرونا بيه، هذا الرجل المحترم الله يرحمه. لكن اتحاد كورة مش عارف ياخد قرار، اتحاد كورة
مش عارف ياخد قرار، مش عارف يمشي مدرب اجنبي ولا يجيب مدرب اجنبي. دخلنا في شهر تاني اللي هو شهر فبراير عشان مش قادرين ياخدوا القرار قبل يوم 1 فبراير، فالراجل هياخد 200,000 يورو. ده كلام الاستاذ عصام شلتوت امبارح قاله معانا هنا على الهواء مباشره، فدفعوا البلد 200,000 يورو كمان. الناس دي لازم تتحاسب حساب الملكين بتهمه الاهدار، يعني فلوس معرفش. ما تاخد قرارك قبل يوم 1 فبراير. قبلها المنتخب طلع يوم كام يا جماعه؟ قولوا لي بس، قولوا لي المنتخب طلع يوم كام. اقعد حضرتك مع اعضاء اتحاد كره القدم وخدوا قراركم واحده واحده وبالراحه، لكن تكبدوا خزينه الدوله او الاتحاد المصري لكره القدم 200,000 يورو تانيين، اذا صح هذا الكلام اللي قاله الاستاذ عصام امبارح، الاستاذ عصام شلتوت. اما انتوا ما بتدفعوش من جيبكم ومفيش حساب، محدش بيحاسب، واضح ان مفيش حد بيحاسب الناس دي. كيف يمكن ان يتم او كيف يتم اتخاذ القرارات في الاتحاد المصري لكرة القدم؟ والله العظيم ثلاثة عيب اللي احنا بنسمعه ده، عيب وما يصحش. القرار الوحيد اللي تم اتخاذه بشكل سليم هو كابتن حسام، ومش هقول لحضراتكم ان الاتحاد ده هو اللي خد القرار، هو القرار طلع على الورق باسم الاتحاد. يعني الاتحاد خلاص هم اللي خدوا القرار على الورق. ما هو الناس لقت ان مش عارفين ياخدوا قرار، مش عارفين ياخدوا قرار. تخبط اداري كبير جدا 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 بجد. يعني انا خلال الاربع خمس ايام اللي فاتوا كنت بحاول ان انا يعني اقول ايه، لا الناس دي هتاخد، هتعرف تقعد بقى وتاخد قرارات، والناس كلها وهم ناس محترمه طبعا وعلى دماغي من فوق، ده ملوش علاقه. انا بتكلم على فشلهم في اتخاذ القرارات الاداريه جوه الاتحاد. انا هنا لا اتكلم عن اشخاص، ولكن اتكلم عن فشلهم في اتخاذ مثل هذه القرارات. المنتخب طلع يوم 28/1، اه المسافه الوقت قليل، ولكن اقعد كل يوم ما نامش ما اقفلش عينيا غير لما اقعد انا واعضاء الاتحاد، الجمعيه العموميه منتخباكوا عشان كده، عشان اقعد واحافظ على فلوس الاتحاد المصري لكره القدم. الوقت قليل، لكن اقعد 24 ساعه في ال 24 ساعه ادرس واشوف واحاول اقول انه خلاص اتخذتوا قرار باقاله فيتوريا. خلاص قيل فيتوريا من قبل يوم 1 في الشهر، قيل فيتوريا. واقعد بقى اهدى وهات السيفيهات بتاعت الاجانب وهات السيفيهات بتاعت المصريين وابتدي اتكلم. هل نستبعد السيفيهات بتاعت الاجانب؟ اه نستبعد السيفيهات بتاعت الاجانب عشان محتاجين ان احنا ما عندناش دولارات وما عندناش وما عندناش وما عندناش وما عندناش، او الفتره القادمه تحتاج الى مثلا يعني مدير فني مصري. خلاص يبقى نستبعد الاجانب، نتكلم عن المصريين. اذا اتكلمت عن المصريين مفيش غير حسام حسن او نمره واحد حسام حسن، هو ده اللي كان. وخد وقتك بعدها، قيل فيتوريا قبل يوم 1 وبعدين خد وقتك، خد وقتك. لكن كابتن محمد يوسف، انا الحقيقه ما اعرفش كابتن محمد يوسف اعتذر ولا لا، ما اقدرش اقول لحضراتكم. كابتن محمد يوسف اللي انا فهمه ان هو يعني لو كابتن محمد يوسف اعتذر هيطلع يقول انا اعتذرت، لكن اللي انا فهمه ان كابتن محمد يوسف موجود لغايه هذه اللحظه. موجود فين؟ مع مين؟ بيعمل ايه؟ ما اعرفش. ما الله يكون في عونه برضه. هذا التخبط الشديد من الاتحاد المصري لكرة القدم، التخبط الواضح. ومش عايز أكون قاسي في كلامي، ولكن أنا قعدت أنتظر خلال الأربع خمس أيام اللي فاتوا هو الاتحاد ده هيعمل إيه، وقعدت أتفرج زي كثير من المصريين، وانتظرت لحين اتخاذ القرار الصح. أول قرار صح هياخدوه هو وجود كابتن حسام وكابتن إبراهيم. لكن هذا التخبط يحتاج إلى، أو الاتحاد المصري لكرة القدم يحتاج إلى ناس عندها القدرة على اتخاذ القرار الإداري، مش مثل هؤلاء. وأنا بتكلم هنا على اتخاذ القرارات وليس الأشخاص. الأشخاص كلهم أصدقائي وإخواتي، ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر والله عيب، عيب. خلينا نروح مع حضراتكم للكواليس فيما حدث في الاجتماع اليوم مع كابتن حسام حسن وتوأمه كابتن إبراهيم حسن. البداية كانت امبارح جلسة أبدأ فيها كابتن حسام حسن، جمعت بين كابتن حسام وكابتن إبراهيم مع اتحاد كرة القدم في العاصمة الإدارية. خلال الجلسة
كابتن حسام أبدى ترحيبا بتكليفه مديرا فنيا للمنتخب. انتهت الجلسة بالاتفاق ما بين كابتن حسام وكابتن إبراهيم أن يتولوا تدريب المنتخب. صباح اليوم وزير الرياضة كان حريص على عقد جلسة منفردة ومطولة مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم، لأنه بعد الجلسة الأولى اللي تم الاتفاق فيها على كافة البنود التعاقد لقيادة منتخب مصر، وزير الرياضة كان حريص على توجيه عدة نصائح للتوأم قبل قيادة الفراعنة بشكل رسمي، جاء في مقدمتها النصح بالابتعاد عن الأخطاء الماضية واتخاذ طريقة جديدة تتناسب مع قيادة الفراعنة. طبعا هنا خلينا نكون واضح، هنا النصيحة الأولى كان بيتكلم على العصبية، أو النصيحة الثانية من وزير الرياضة للتوأم بالابتعاد عن العصبية والتحلي بالهدوء، خاصة وأن الأمر داخل المنتخب يختلف عنه في الأندية، وأن الثنائي سيحمل طموحات وآمال المصريين على كتفه. وجاءت ثالث نصائح الوزير بضرورة فتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين وجميع المسؤولين في الكرة المصرية ما بين إداريين ولاعبين بما يخدم مصلحة مصر. بعد الجلسة الساعة 5 تم عقد اجتماع لاتحاد كرة القدم مع كابتن حسام في الاتحاد الكرة للحديث حول الجهاز المعاون. كابتن حسام لم يطلب سوى أن جهازه المعاون هو الذي يستمر معه بوجود كابتن طارق سليمان مدرب عام وكابتن سعفان مدرب حراس وكابتن وليد بدر مدير إداري. اتحاد الكرة حاول إقناعه بتواجد كابتن محمد يوسف، ولكن رغبة الأخير كانت الاعتذار بعد وجود مدرب وطني وهو حسام حسن. حسام حسن قال كده لاتحاد الكرة، عاوزيني أنجح هيبقى بالناس بتوعي. ده كلام كابتن حسام حسن. دي ما حدث خلال ال 24 ساعة من امبارح وحتى هذه اللحظة. خلينا نروح للأستاذ محمد جمال الصحفي المتخصص في اتحاد كرة القدم في موقع القاهرة 24. أستاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ اسلام، عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. يعني احنا بنتكلم النهاردة طول النهار وبنحاول ان احنا نوصل لما حدث. أنا بشوف إن الحقيقة هذا الاتحاد وجهة نظري الشخصية، أنا عارف يعني لو أنت مش حابب تتكلم فيها أنت حر، لكن أنا بشوف وجهة نظري الشخصية إن هذا الاتحاد فشل ذريع في كل القرارات اللي خدها من أول تعيينه حتى الآن. كل القرارات اللي خدها هي قرارات فاشلة باستثناء دوري المحترفين الحقيقة اللي كان مصر عليه الاتحاد، هذا الاتحاد، ولكن كل قراراتهم كانت قرارات فاشلة. والحاجة الصحيحة الثانية وجود كابتن حسام وكابتن ابراهيم على راس الاداره الفنيه. بص يا كابتن، في البدايه كده هو القصه كمان مش قصه ان انت بتاخد قرارات ومش بتنفذها، انت بتتراجع كمان عن اي قرار بتقوله، يعني انت مش شرط، يعني احنا كنا زمان نقول ان طالما تم الاعلان رسميا عن قرار فخلاص هو ده القرار اللي هيحصل، لكن صحيح. انت ساعات بتتراجع فيه، يمكن عشان بس نرجع النهارده للي حصل، اكيد كل التوفيق للكابتن حسام والكابتن ابراهيم ولكل الكباتن اللي تم اختيارها النهارده في الجهاز الفني لمنتخب مصر الفتره الجايه صعبه وفتره جايه مهمه، واعتقد كان اختيار كمدرب وطني اختيار الكابتن حسام كان اختيار اكيد مناسب بشكل كبير جدا، ان هو المفترض دلوقتي هو اللي موجود على الساحه الرياضيه في مصر، هو اللي يستطيع قياده منتخب مصر، لكن احنا هنتكلم على اتحاد الكره المصري وعلى كيفيه القرارات اللي بتصدر من اتحاد الكره المصري، يمكن صحيح. اتحاد الكره خلال الشهر اللي فات ده كله بصراحة كان في قرارات كتير جدا بتطلع وبيتم التراجع عنها بنفس كمان البيانات الرسمية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا من بداية القرار اللي صدر في محمد صلاح وغيابه مباراتين، ثم بعدها نكتشف ان محمد صلاح مسافر لليفربول والاعلان يتم من طريق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، ادي اول حاجه رسمي ما حصلتش. ثاني حاجه القرار بتاع ان خلاص الفتره اللي جايه مدير فني اجنبي، وكمان هي مش قصه اجتهادات اعلام، لا هي قصه انها طلعت تصريحات رسميه وفي البيان الرسمي ان في جهاز فني جديد اجنبي هيكون بيقود منتخب مصر. بعد كده شفنا النهارده الكابتن حسام حسن، فده معناه معلش يا استاذ محمد وحضرتك بتتكلم يا شباب بعد اذنكم، هاتوا لي القرار أو البيان اللي نزله اتحاد كرة القدم فيما يخص إقالة فيتوريا. اتفضل. بالظبط، أنت كنت تقدر يا كابتن، كنت تقدر كاتحاد كرة تتأنى، مش شرط الاستعجال في القرار. الحاجة الوحيدة اللي كان من الممكن إن هو ياخد قرار فيها، وده اللي أنا كنت لسه بقوله، إن إحنا طلعنا يوم 28 كان يجب أن تكون هناك اجتماعات فورية قبل يوم واحد، ومعرفش صحح لي المعلومة يا محمد أنت أقرب لاتحاد كرة القدم مني. هل بالفعل قرار صدور أو قرار إقالة فيتوريا كان بعد يوم واحد في الشهر، وبالتالي فيتوريا هياخد ال 200 ألف يورو بتوع شهر فبراير؟ هل الكلام ده صحيح ولا لا؟
لا، ولا انا اعرفه ان هو مش هياخد بتاع شهر فبراير، هو هياخد اخر حاجه خالص يناير. اوكي. وهو القصه مش كده بس. طب خلاص تمام. هو القصه او القصه في ان انت القصه في ان انت ما استنيتش غير في خبر اقاله فيتوريا، رغم ان خبر اقاله فيتوريا ده المفروض كان يصدر بعد مباراه الكونغو الديمقراطيه. صحيح. انت استنيت فيه كتير جدا، واستنيت اسبوع كامل عقبال ما اصدرت قرار اقاله روي فيتوريا. معلش يا استاذ محمد قبل ما تكمل، انا اسف جدا. اهو انا جايب قرارات مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. اول قرار، قرر المجلس الموافقه على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الاول لحين اختيار مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز، مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز، مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز. القرارات اللي حضراتكم كاتبينها مش اسلام اللي بيقولها. اتفضل يا استاذ. بالظبط. ده حاجه صدرت رسميه، فطبيعي جدا الناس كلها ابتدت تفكر في الاجانب. وكمان عايز اقول لك حاجه، يعني في نفس اليوم بالليل انا شفت تصريحات للدكتور ايهاب الكوبي عضو مجلس الاداره، وقال احنا خلاص تواصلنا مع عرف رونار وبيتم التواصل مع. لا يعني تصريحات الناس اللي بيتكلموا فيها هم حرين، لكن انا هنا بتكلم على تصريح رسمي. كمان بقول لك كابتن، هو بيان رسمي ومعتمد، يعني كمان مش بيان رسمي بس، بيان رسمي وكمان صدر بعض التصريحات من اعضاء مجلس الاداره، وفي الاخر احنا شفنا الكابتن حسام حسن. يعني ده معناه ان في جوه اتحاد الكوره في اراء كتير واراء مختلفه كتير جدا، وكل واحد ممكن يكون عايز حاجه. وفي الاخر بنشوف حتى ان ده بينعكس على البيان الرسمي اللي بيصدر من الاتحاد المصري لكره القدم. وانا كابتن اسلام بشوف بصراحه ان ده تخبط بشكل كبير جدا، وخلينا واضحين مع بعض، ده تخبط بشكل كبير جدا، وده ممكن يكون اللي ادى لنا اللي احنا شايفين دلوقتي منتخب مصر بيخرج من دور ال 16 في بطوله امم افريقيا، وما اتمنهوش كمان يحصل مع الكابتن حسام حسن. وانا النهارده يمكن انا شفت الـ 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 الكلام اللي حضرتك قلته، ان الكابتن حسام قال لهم في المجلس النهارده في مجلس اتحاد الكوره، قال لهم انا خلاص انا عايز اجيب الناس بتاعتي، مش عايز اجيب معايا حد تاني. هو الكابتن حسام مش مشكلته ان انت اللي خدت القرار بتاع الكابتن محمد يوسف. بالظبط كده. اسم كبير. بالظبط. اسم كبير جدا. ومدرب كبير، ومدرب حصل مع النادي الاهلي قبل كده على دوري ابطال افريقيا، ومش مدرب صغير. صحيح. انت تحط اسمه وانك تكلمه، الراجل الناس كلها، يعني شفنا الناس كلها كانت بتحتفل بيه من يومين، لان الناس كلها بتحب الكابتن يوسف وشايف ان الكابتن يوسف يستحق التواجد في المكان ده. فانت مش ما تجيبهاش في الكابتن حسام حسن، ان الكابتن حسام حسن رفض الكابتن محمد، ان الكابتن محمد لا لا كابتن حسام. بالظبط. برافو عليك يا محمد. طبيعي الله. عايز جهازه المعاون، يعني طبيعي الراجل. طبيعي انت بتجيب مدير فني، بيجيب كوتش، الكوتش ده بيبقى معاه مساعدين، دي ادواته، هو راجل مش هيشتغل من غير ادواته. يجيب بقى وليد بدري، يجيب طارق سليمان، وحر كابتن سعفان، هو حر. هو الراجل بيختار الجهاز اللي يقدر ينفذ له افكاره وطموحاته، لكن انت ما تفرضش عليه اسماء زي ما كنا بنشوف قبل كده. بنشوف توازنات، ده اهلي وده زمالك، وكانت بتحصل مشاكل، وممكن اجيبها لك من اول يوم كان بيحصل مشاكل قبل كده. ما بتختار مدير فني وبتختار انت جهازه المعاون. هو الراجل النهارده اتحط قدامه اسماء، اتحط قدامه الكابتن سعد معوض، اتحط قدامه الكابتن طارق سليمان كمدرب حراس، اتحط قدامه الكابتن محمد يوسف اللي موجود. الراجل قال لهم لا، انا هشتغل بالناس والادوات اللي انا بتشتغل معاها بقالي سنين. انا عاوز الكابتن طارق سليمان ومدرب عام، وعايز الكابتن، والمفاجاه انه كمان طلب الكابتن احمد الكاس. يعني هو قال انا ممكن اخد الكابتن احمد الكاس، هو مدرب منتخب مصر 2008 دلوقتي، وراجل عينيه كويسه، وراجل موجود في منتخبات الشباب بقاله فتره في اتحاد الكوره، فانا محتاجه. والكابتن الكاس مرحب على فكره، ومش في دماغه خالص قصه انا مدرب عام ولا مدرب مساعد. هو راجل في الاخر بالنسبه له قصه موجود في المنتخب الاول، وبرده كانت غريبه جدا ان هو ما يتمش الاعلان عنه، خاصه ان هو المفروض ان هو بلغ ان هو خلاص هيترك منصب المدير الفني للمنتخب 2008. لكن نرجع لمرجوعنا يا كابتن اسلام، انا بشوف صراحه تخبط بشكل كبير جدا، المفروض ما يصدرش عننا في البيانات الرسميه. حصلت معاك اول مره في محمد صلاح، والعالم كله نقل منك انك انت هتغيب مباراتين بس صلاح، وصلاح المفترض كل كلمه ليه انت الصحافه العالميه كلها بتنقل الخبر، فطبيعي جدا الناس كلها نقلت الخبر ان هو هيغيب مباراتين بس، وبعد كده نفاجئ ان محمد صلاح هيغيب 28 يوم. ودي اثرت جدا 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 على صلاح، وشفنا في ناس كتير جدا هجمت محمد صلاح بقيمته بسبب طبعا البيان دوت. بعد كده شفنا بعدها على طول القرار اللي صدر بتاع تعيين الكابتن محمد يوسف. طيب اخر الامور بقى جداً كابتن يوسف. قبل ما اتكلم عن احراج الكابتن محمد يوسف، لكن انت دلوقتي هل من الممكن ان نؤكد او ننفي ان الكابتن حسام حسن طلب معاه كابتن طارق سليمان؟ هل كابتن طارق سليمان وكابتن سعفان وكابتن احمد الكاس وكابتن وليد بدر بالفعل تم تعيينهم، ولا لسه لم يصدر القرار؟ بص يا كابتن، لسه القرار الرسمي اكيد ما صدرش، لكن اللي انا اعرفه يعني بشكل رسمي ان هو يتم الاعلان الرسمي من قبل اتحاد الكره، ولسه ما اعلنوش بشكل رسمي عن اسماء. طب ايه اللي مأخرهم؟ اشمعنى دي اللي متأخرين فيها يعني؟ انا برضو دي مش فاهمها، يعني دي مش فاهمها. المفروض الموضوع خلص كله خلاص. وبرضو حاجه ثانيه يا كابتن اسلام، يعني دلوقتي احنا شفنا على المواقع التواصل الاجتماعي في ناس كتير جدا بتقول الكابتن حسام والرخصه التدريبيه والكلام ده كله. المفروض انت يعني لا، انا طلعت الرخصه التدريبيه الحقيقه 2014. المفروض ان هم على طول فورا يطلعوها، الراجل ده درب منتخب الاردن قبل كده، فطبيعي مش هيروح يدرب منتخب الاردن وهو مش مع رخصه.
طبيعي معاه رخصه واسم كبير المفروض انت بدري. انا شفت دلوقتي بالفعل يعني بصراحه مشكوره الناس في اتحاد الكوره في الاعلام بيبعتوا الرخصه وان دي يا جماعه دي الرخصه بتاعت كابتن حسام، لكن المفروض انها كانت مجلس الاداره يطلعها بشكل بس ده. عايز اقول لك حاجه برضو، بما انك جبت سيره الاعلام الاتحاد الاعلام الرسمي للاتحاد الكوره، كنت اتمنى على الاستاذ محمد مراد زي ما دايما بنشيد بيه وبدوره خلال الفتره السابقه استاذ محمد علائي، مجموعه العمل اللي موجوده الحقيقه كنت اتمنى ان هم يعني يكونوا على تواصل مع الناس خلال هذه الفتره، لانه الكلام كتير والتضارب في الكلام كتير جدا. هو يا كابتن انا بشوف ان هو القصه كلها هيبقى مجلس الاداره، هيبقى قرار مجلس الاداره. يعني المفروض ان النهارده مجلس الاداره المفترض الطبيعي انك انت تعلن زي ما كنا بنشوف زمان في كل مجالس اداره اتحاد الكوره، فكنت تعلن الساعه 7 او الساعه 8 يبقى في مؤتمر صحفي، ما فيهاش مشكله انك تعلن في نفس اليوم، في مؤتمر صحفي للكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، حصلت في اجيري، حصلت في كوبر، حصلت بعد كده في كابتن حسام البدري، حصلت في ناس كتير جدا انك انت تعلن النهارده، والله يا جماعه النهارده الساعه 8 بالليل في مؤتمر صحفي، الساعه 10 بالليل في مؤتمر صحفي، بكره 11 في مؤتمر صحفي وندعو الاعلام علشان نتكلم ونقول. ممكن كان يحصل زي ما كان بيحصل قبل كده ان يبقى في ممثل عن اتحاد الكره المصري والله هينزل النهارده يتكلم للاعلام ويقول فيها اكتر من حاجه والقرارات كلها ونقول الجهاز الفني ككل، لكن لحد دلوقتي الناس لحد اللحظه دي بتتكلم مين الجهاز الفني مين الجهاز المعاون. لكن انا باكد لك الجهاز المعاون هيبقى كابتن طارق سليماني، كابتن احمد الكاسي، كابتن سعفان الصغير، وليد بدر مدير اداري في منتخب مصر، وكابتن حسام عقده وده يعني كلام مؤكد عقده لحد كاس العالم 2026 وخد ضماناته ان هو مكمل لحد 2026. طيب وان هو هيكون موجود. ده كان سؤال مهم برضو يا استاذ محمد، كيف يمكن حل هذه المسألة قانونا؟ بمعنى انه اتحاد كرة القدم الحالي فاضله 6 شهور، هل يحق لي التوقيع على اكتر من ال6 شهور؟ بص يا كابتن انا شفت قبل كده ان هو كان بيحق له اعتقد، يعني كان شفت له قبل كده يعني شفت قبل كده كيروش كان مضى الفتره بتاعته قبل كده اعتقد، وكان قبل كده برضو كان في اكتر مدرب جه، اعتقد دي امر عادي وامر طبيعي ان هو انت ده مدير فني خلاص هيمسك المهمه. لكن ما اعلمه انا مش عارف بصراحه حته الكابتن حسام مضى العقود لسه ولا لا، لكن على اظن يمكن لسه خلاص تم الاتفاق وتم الاعلام بشكل رسمي، ولكن مده العقد دي انا طيب. اللي عرفته ان الكابتن حسام اتفق معاهم ان هو لحد كاس العالم 2026. طيب كابتن محمد يوسف، لا اكيد انا زعلان جدا بصراحه، انا بحب كابتن يوسف جدا جدا جدا، زعلان علشان انا ما بحبش ان كابتن يوسف يعني اتحاد الكوره يصدر قرار انت كنت ممكن تتفق معاه، مفيش مشكله تتفق معاه تليفونيا زي ما حصلت قبل كده وقت فيتوريا، ما حدش كان عارف رسمي ان هو راح مع كابتن حازم وان هو قعد مع فيتوريا وان فيتوريا عمل عايز يتكلم معاه وشاف ان امكانياته اكبر من ان هو يكون مدرب مساعد. كنت ممكن تعمل كل الكلام ده بينك وبين الكابتن يوسف، تكلمه في التليفون وتقول له انت كابتن يوسف مرشح بقوه انك تكون متواجد في كذا كذا كذا، ولكن انت اعلنت عن وجوده، انت حتى لو مش الكابتن حسام وكنت جبت جهاز فني اجنبي ولو كنت جبت رينار اللي انت كنت بتقول عليه، رينار كان هيجي برده كان هيقول لك انا مش عاوز مدرب عام لان رينار بيجي باربعه مساعدين، لو كنت جبت جوزيف سيرو زي ما قلت برده بسيرو بيجي باثنين مساعدين، دي صبر نفسه بيجي باثنين مساعدين، اي مدير فني بيجي بمساعدينه، فانت ما كنتش ينفع انك تحط الكابتن يوسف في بيانك الرسمي وتقول ان هو هيبقى مدرب طيب. عام من غير حتى ما تتاكد لسه. هل تم عرض اي منتخب من منتخبات الناشئين على كابتن او الشباب على كابتن محمد يوسف؟ ممكن دي الفتره الجايه تتعرض عليه، ممكن يعني ممكن يتعرض عليه منتخب 2008 بعد كابتن طبعا الكاس ما ماشي، ممكن يتعرض عليه، لكن انا اظن كابتن يوسف ممكن يشوف يعني حاجه في الانديه اكتر ما هو ممكن يمسك منتخبات في الفتره الجايه. انا ما اظن ان الفتره الجايه بقى ممكن نشوف يعني كابتن يوسف برضه في حته في الدوري الممتاز ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد جمال الناقد الرياضي بموقع القاهره 24 المتخصص في اخبار اتحاد كره القدم. محمد الحقيقه دايما بيدينا اخبار حصريه فيما يخص الاتحاد المصري لكره القدم. الحقيقه ما يحدث من فشل من هذا الاتحاد، فشل إداري وفشل في اتخاذ القرارات، يجب أن يتم حسابه. الحساب تقل والحساب أصبح كبير جدا جدا، لأن هؤلاء المسؤولين اللي موجودين في هذا الموقع رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين كان يجب عليهم اتخاذ قرارات أفضل من اللي حصل من هذا التخبط اللي كان بيحصل خلال الفترة السابقة. لكن في النهاية تم اتخاذ قرار صحيح، واخيرا تم اتخاذ قرار صحيح فيما يخص المنتخب الوطني بوجود كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن خلال الفتره القادمه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل التوفيق لكابتن حسام وكابتن ابراهيم في الفتره القادمه. الاهلي النهارده بيواصل تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهه شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. النهارده المران شهد انتظام اللاعبين الدوليين وكان في حاله ترحاب جميله جدا لكل اللاعبين الجدد سواء عمر كمال او زنفولي
وبقيه اللاعبين. شكل الفرقه حلو زي ما حضراتكم شايفين، شكل الروح حلوه، الناس مبسوطه، عدد كبير من اللاعبين موجود ومتواجد. تقدر دلوقتي انت كمدير فني تختار من تريده ان يلعب فيه. ناحيه اليمين عندك اسماء كبيره، ناحيه الشمال عندك اسماء كبيره، في وسط الملعب كل حته موجود فيها 3-4 اسماء تقدر تختار من تريد. وانت مغمض كده عم مستر كولر تبتدي بقى تختار وتقول لنا، او كل، وخلي بالك انت بتختار وكل جمهور النادي الاهلي واقف في ظهرك، كل جمهور النادي الاهلي يقف في ظهر خلف مارسيل كولر وبيساند وبيدعم هذا الفريق، هذا الفريق اللي عنده بطولات كثيرة جدا جدا خلال الفترة اللي جاي. احنا ابتداء ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي هنبتدي نركز اكتر، يعني عندنا النهاردة وبكرة ان شاء الله، لكن ابتداء من الاسبوع اللي جاي هنبتدي نركز اكتر على النادي الاهلي، لانه موضوع المنتخب. وبيني وبينكم انا تعبت مع هذا الاتحاد، حاولنا كتير مع اتحاد كرة القدم، حاولنا كتير جدا جدا ان احنا وبنتكلم دائما بطريقة صحيحة، ونقول روشيتا ونقول كذا وتصحيح الاخطاء وكذا، ولكن كالعاده ودن من طين وودن من عجين، مش عارفين تاخدوا قرار. والله لا سامحكم الله الحقيقه، يعني لانه اللي حصل في الشعب المصري خلال الفتره السابقه انا حضراتكم مسؤولين عنه بشكل كبير جدا جدا جدا، كميه احباط غير عاديه بجد والله. انا بقعد اتكلم مع ناس هنا وهنا وهنا، ده انا بقول لهم يعني ده الناس دي كانت هتجيب يواكيم لوف، قالوا لي يا عم ولا كانوا هيجيبوا ولا كانوا هيعملوا. يلا نرجع تاني للنادي الاهلي ان شاء الله، كل هؤلاء اللاعبين الجدد يكونوا اضافه قويه للفريق ويوصلوا ان شاء الله حصد البطولات والالقاب. انا كمان على المستوى الشخصي متفائل بالشكل اللي انا بشوفه، متفائل بكل الاحداث في الفتره الاخيره داخل الفتره الاخيره. معسكر جبت مجموعه من الناشئين عشان اعرف ابص عليهم واختار منهم اللي جاي، عملت معاهم عقود، ايدتهم في افريقيا، اللي ما تعيدش في افريقيا عملت معاه عقود. بقيه اللاعبين اللي عندهم اصابات رجعوا لمستواهم الطبيعي، سواء مودست او بقيه اللاعبين، بالاضافه للصفقات الجديده اللي دخلت جوه اللعيبه، يعني باستثناء طبعا وسام اللي اتصاب امبارح ولا اول امبارح، ربنا ان شاء الله يقومه بالسلامه ويرجع للفريق بشكل كامل. زي ما حضراتكم شايفين عمر كمال، بقيه اللاعبين الكل الحقيقه. مارسيل كولر دلوقتي ان شاء الله يكون عنده قماشه كبيره جدا، ويكون عنده الخلطه السحريه ل كيفية تحقيق البطولات. احنا خدنا بطولات كتير الفترة اللي فاتت دي في الدولاب، في الدولاب. احنا دلوقتي هنتكلم عن البطولات القادمة وإيه اللي هيحصل عشان نستطيع أن نتخذ أو نقدر ناخد البطولات اللي جاية كلها إن شاء الله. أكيد هيكون دفعة فنية قوية بوجود هؤلاء اللاعبين الجدد أو اللي تم التعاقد معهم خلال الفترة الأخيرة. خلينا نروح لتقرير أخبار الكبير، أخبارنا النهاردة من كل الأماكن سواء محليا أو عالميا، ومن بعده فاصل، ومن بعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن رامي ربيع، هيكون ضيافتنا في الفقرة الأولى في البيت الكبير. وصل المارد الأحمر تدريبات صباح اليوم بعد خوضه مباراة ودية أمام سموحة أمس، حقق فيها الفوز بهدفين لهدف ضمن تحضيراته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا. عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وأدى اللاعبون فقرات تدريبية بدنية متنوعة في بداية المران الجماعي ضمن البرنامج البدني المحدد لهم. أشاد الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتجربة الودية التي خاضها الفريق أمام سموحة، مؤكدا على أهميتها في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال إفريقيا. من جهته عقد الكابتن خالد بيبو اجتماعا مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق صباح اليوم على هامش المران الجماعي، وحرص بيبو على الاطمئنان على الشناوي في بداية مرحلة العلاج الطبيعي الخاصة به ضمن المرحلة الأولى للتأهيل بعد الجراحة التي خضع لها في الكتف بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا. وخاض الشناوي جلسة علاج طبيعي في الجيم ضمن البروتوكول العلاجي المحدد له بعد الجراحة. ينتظم المالي أليو ديانج نجم الأهلي في التدريبات الجماعية بعد غد الخميس، بعد أن منحه الجهاز الفني راحة سلبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
اختارت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إمام عاشور نجم منتخبنا الوطني والنادي الأهلي ضمن 6 لاعبين تميزوا في بطولة كأس أمم إفريقيا للاحتراف في الأندية الأوروبية الكبرى. وذكرت بي بي سي في تقريرها أن إمام عاشور كان متميزا في تقديم الدعم الدفاعي والاندفاع لتعزيز هجوم منتخبنا الوطني، بينما الارتجاج في المخ منع اللاعب من المشاركة في دور 16 من البطولة رفقة الفراعنة. وضمت القائمة كل من لامين كامارا وخيسوس أونو حارس مرمى غينيا الاستوائية وأبو بكر كويتا لاعب موريتانيا وكذلك جالسون دالا نجم أنغولا. علق محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي على قرار اتحاد الكرة بإقالة المدرب روي فيتوريا من مهمة تدريب الفراعنة عقب الإقصاء من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث أرفق صورة تجمعه بالمدرب فيتوريا وعلق قائلا: شكرا لك على كل شيء أيها المدرب، أتمنى لك الأفضل في المستقبل. رفض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بالإجماع الاستقالة التي تقدم بها سامويل إيتو من رئاسة الاتحاد عقب إقصاء الأسود غير المروضة من كأس أمم إفريقيا، وبالتالي جددوا ثقتهم فيه لمواصلة إعادة بناء وتطوير كرة القدم الكاميرونية على جميع المستويات على النحو المنصوص عليه في خطته التي اعتمدتها الجمعية العامة المنتخبة في 11 من ديسمبر 2021. وصل المنتخب الأردني لنهائي بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل بهزيمته لكوريا الجنوبية بثنائية دون رد في مباراة نصف النهائي، ليواجه يوم السبت المقبل الفائزة من لقاء قطر وإيران والتي ستقام يوم غد في نهائي مثير مرتقب. شارك المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما في تدريبات فريقه اتحاد جدة السعودي مساء الاثنين بعدما انقطع عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة ولم ينتظم في معسكر الفريق الذي أقيم في الإمارات. وكان النادي قد أعلن رسميا قبل أيام أن كريم بنزيما يواصل برنامجه التدريبي الخاص تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية. منح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نجمه البلجيكي كيفن دي بروين جائزة لاعب شهر يناير نظرا لما قدمه مع الفريق في الدوري الإنجليزي منذ عودته من الإصابة. وأكدت شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام أن دي بروين صنع 150 هدفا لفريق مانشستر سيتي في جميع المسابقات حتى الآن مع ظهوره رقم 363 مع السيتي بعد الأسيست الذي أهداه لزميله فودن أمام برينتفورد يوم أمس. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن رامي ربيع. ازيك يا روميو؟ كابتن اسلام، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كابتن، اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله، كله تمام الحمد لله. ايه رايك في اللي بيحصل في كره القدم المصريه بشكل عام الاول؟ هو طبعا يا كابتن يعني انا بتكلم بحته يعني كره موضوع المنتخب بالاخص، يعني انا طبعا الواحد مبسوط للكابتن حسام جه جدا. ما هو انا برضه بس انا عايز اسال او عايز اقول للناس لازم يفرقوا ما بين انتقادنا لاتحاد كرة القدم وما بين حبنا وتعييننا انا شخصيا واحد من الناس اللي يعني بقول لك ابصم بالعشرة على تعيين كابتن حسام. طبعا يعني انا كان نفسي الكابتن حسام يجي مش بالطريقة دي، يعني انا اسف في الكلمة، الكابتن حسام جه بطريقة الضغط الاعلام الرياضي والجمهور من بعد خروجنا من بطولة افريقيا. انا ما كنتش حابب اللي هو يجي بالطريقه دي، يعني الكابتن حسام تاريخ كبير في الكره المصريه، مدرب كويس لازم ياخد فرصه. انا قبل ما اطلع مع حضرتك يعني الكابتن ايهاب جلال خد فرصته، الكابتن حسام البدري خد فرصته، ما دام في مدرب وطني لازم هو ياخد فرصته. والفرصه دي كانت لازم تبقى من فتره بعيده جدا، لكن انا ما عجبنيش القرار اللي هم اول بعد البطوله اخدوا قرار اللي هم لازم فيتوريا يمشي وهيجيبوا مدير فني جديد وعينوا الكابتن محمد يوسف مدرب عام مع الجهاز الفني الاجنبي اللي جاي. ده قرار هو اولا هم يعني الضغط اللي عليهم ما خلوهمش ياخدوا القرار الصح. يعني معلش يا رامي، معلش الضغط اللي عليهم انا
كلنا 99% و9 من 10 من الشعب المصري عارفين ان القرار الاصوب والاصلح هو اقاله فيتوريا. تمام. فلماذا لم تتم اقاله فيتوريا مباشره؟ بعد كده اقعد بقى اجيب السيفيهات، يعني ده كان رايي، ما اعرفش راي حضرتك ايه في هذا الامر. اجيب السيفيهات الاجنبيه كلها، كل السيفيهات السيفيز بتاعه المدربين الاجانب واحطها واقعد اقراها واحده واحده، ما عنديش مشكله. والناحيه الثانيه السيفيز بتاعه المدربين المصريين، وابتدي اشوف الاول مصري ولا اجنبي. اجنبي خلاص، خلاص ابص على خش على ابص على اجنبي. لا خلاص نستبعد الاجنبي عشان عندنا كذا وكذا وكذا وعندنا مشاكل في الدولار وكذا وكذا، نستبعد الاجنبي. حلو، نروح للمصري، في اسلام، في رامي، في فلان. اسلام ايه، رامي ايه، واحده واحده. صح، ونقول صح. هو هم الاول خطا خدوه اللي هو لازم اول ما خرجنا هناك يا كابتن في البطوله كان لازم القرار بتاع فيتوريا، اقاله فيتوريا هناك في كوت ديفوار، ده اول قرار كان لازم يتاخد. ويبو في خلال 3 4 ايام اللي هو بقالهم اسبوع دلوقتي قاعدين طلعوا بقرارات، قرارات كلها ما اتعملتش، دي تدل على ضعف ادارتهم لاتحاد الكوره. والدليل اللي الكابتن حسام لما تم تعيينه النهارده، يعني انت حضرتك بتقول مثلا احسن قرار خدوه، هم مش قرارهم اصلا. يعني الدليل يعني لا يعني, يعني انت عاوز برضو ايه يعني تديهم اي حاجه كويسه. هو بصراحه عملوا حته دوري المحترفين دي حاجه صراحة كويسه. الواحد يقول اللي يقول عليه. يعني كان لازم الموضوع يتعمل من 3 سنين، هم خدوا قرار بيه بقالهم سنتين. خلي بالك اتهاجموا جامد الفتره دي وبتاع، لكن بصراحه هو قرار سليم 100%. ودوري قوي جدا، وهتلاقي يعني الدوري كله كان صحيح. الحاجه الثانيه، انت دلوقتي خدت طلعت بقرارات بعد ما جينا من البطوله وخرجنا، وفجاه ما خدتش قرار من القرارات اللي انت عملتها دي كلها كلام كلام، لغايه ما خلاص جاء سياده الوزير اتكلم والاعلام كله بيتكلم، كابتن حسام لازم يبقى موجود. خلاص هو كابتن حسام هنقول الراجل الفتره ديت، هو خلاص عاوزين كلنا في ظهره وكلنا هنقف معاه. لازم الاعلام بقى كابتن اسلام، عشان يعني الكابتن ايهاب برضو من الناس اللي اتظلمت. كابتن ايهاب جلال طبعا، كابتن ايهاب اتظلم، راجل مسك المنتخب شهرين ومسك على قناعه. يعني انا كنت فاكر الفتره ديت كنا احنا ماسكين المقاولين العرب، كان اللجنه المؤقته اللي موجوده اللي هو الاستاذ عمرو الجنايني ومحمد فضل، كان المجموعه دي اللي موجوده يا كابتن اسلام، وكانوا عاوزين يجيبوا الكابتن ايهاب جلال المدير الفني والكابتن عماد النحاس مدرب عام. اوكي. الفتره ديت انا كنا متواجدين احنا في المقاولين، وما حصلش نصيب ان الكابتن عماد يبقى موجود مع الكابتن ايهاب، لكن الكابتن ايهاب وهم لسه بيعلنوا الضغط عليه والانتقاد عليه والحمله عليه، مش عارف ليه ايه السبب، يعني مع ان يعني المفروض ده مدرب وطني لازم نديله الدعم ولازم نقف ظهره، وده اللي المفروض نعمله الفتره ديت مع الكابتن حسام. وكابتن حسام ايقونه من ايقونات الكره المصريه، فالناس كلها بتحبه. يعني ممكن قريت البيانات اللي هو سياده الوزير قايلها، طبعا المنتخب غير الانديه، الكابتن حسام العصبيه بتاعته او الكابتن ابراهيم في المنتخب مش هينفع. لا اعتقد ان هو حتى نفسه الكابتن حسام، انا متاكد ان هو خلال الفتره القادمه هيطلع وهيطلع مع كل الناس وهيقرب كل الناس منه، لان كابتن حسام بالمناسبه من انت عارف طبعا من اطيب الشخصيات اللي تتعامل معاها بعيدا على فكرة بقى عن اي حاجه، يعني الملعب بني ادم تاني خالص وتحب تتعامل معاه وكده. فاتمنى يبقى قرار كويس سياده الوزير اشرف صبحي، القرار اللي هو اخده ده والاتحاد طبعا دعمه فيه اللي هو يبقى قرار كويس، واحنا كلنا بقى داعمين للكابتن حسام وفي ظهره الفتره الجايه ان شاء الله. يعني ولكن برضو تضارب كبير في هذه القرارات ادى في النهايه الى اختيار كابتن حسام، لكن لو انت من الاول اخترت كابتن حسام كان الموضوع انتهى، كان الموضوع هدي. كابتن محمد يوسف الحقيقه شخصيه محترمه حتى باخي انسانيا طبعا. انسانيا طبعا. ما ينفعش تاخد قرار اول امبارح وتيجي تغيره النهارده، انسانيا يا اخي. هو نفسيا حتى الكابتن يوسف يعني الله يكون في عونه بصراحه، طبعا المواقف ديت زيها كأنك لعيب، لعيب ومدرب هو نفس الاحساس. صحيح. بس هو اكيد ربنا شايل له حاجه كويسه ويبقى في المرحله الجايه. شخصيه محترمه جدا ومستحق كل الاحترام مننا الحقيقه. وبرضه ما نظلمش كابتن حسام وكابتن محمد يوسف، كابتن حسام عايز يشتغل بالمجموعه بتاعته طبعاً. كابتن محمد يوسف برضه صعب ان هو يشتغل مع كابتن حسام، وبالتالي يعني اتحاد كرة القدم عمل معضلة وموضوع من لا موضوع الحقيقة. طبعا بس هو الكابتن حسام طبعا هو كان يعني الأولوية عنده على طول الكابتن إبراهيم، وده ده طبيعي. لا طبعا ده طبيعي، ده طبيعي يبقى مع بعض. لازم الكابتن حسام يعرف ان المنتخب غير الأندية هو في كل بقى. حاجة ايوه هو طبعا هو هيتحاسب برضه. انا عارف هو حاجة كويسة لو يكون متمسك بالتيم بتاعه، دي حاجة كويسة طبعا، بس في نفس الوقت لازم يعرف ان المنتخب
غير الأندية فلازم في حاجات أكتر واحد معينة. يعلم هذا الكلام هو مين؟ كابتن حسام. طبعا كابتن حسام طول عمره في المنتخب وطول عمره موجود فعارف إن الموضوع مش زي الأندية. خلي بالك كابتن حسام برضه في فترات طويلة في المنتخب عندما كان لاعبا وكابتن الفريق ونجم طبعًا. الفريق وبالتالي كان بيعمل كل حاجات عارف بره الملعب وجوه الملعب. أنا بشوف إن كابتن حسام اديله الفرصة وأنت اديت لكابتن حسام يمكن كابتن إيهاب مش قوي لكن اديتها له ادي فرصته فرصة لكابتن حسام يا عالم طبعا طبعا فربنا يكرم ويكون اختيار صحيح ان شاء الله يعني. برضو عايز اقول لحضراتكم انه كابتن محمد يوسف ما اعرفش هل هو اعتذر ولا لا انا الحقيقه ما عنديش تاكيد على هذه المعلومه في بعض الناس يعني بعتينه بيقولوا ان هو اعتذر ولكن انا ما عنديش تاكيد على هذه المعلومه حقيقه لا ما فيش انا ما اظنش اي حد يجي له منتخب مصر ويعتذر يعني كابتن اسلام هو ممكن يكون زي ما حضرتك بتقول اللي هو اللي يعني هو حاسس ان الكابتن حسام حابب التيم بتاعه يبقى معاه فهو ممكن يكون دوره هيقل مع الكابتن حسام فهو خد القرار اللي هو ينسحب لكن ما فيش حد هيرفض منتخب مصر يعني حقيقي وهنا الحقيقه انا برضو عايز اوجه كلامي لكابتن حسام بقى وكابتن ابراهيم ان الفتره اللي جايه يكون الاختيار وانا عارف ان هو هيعمل كده يجب ان يكون الاختيار دائما للأصلح للمنتخب من وجهة نظرهم بعيدا بقى عن ما كنا نراه خلال الفترة السابقة طبعا يا كابتن انت يعني احنا مثلا حتى السكوات اللعيبة المنتخب اللي معانا كابتن اسلام من احسن مجموعة اللعيبة اللي موجودة في البطولة يعني في بطولة افريقيا يعني بتفرج على البطولة كلها صحيح. طبعا اتفاجئنا بالرأس الاخضر جنوب افريقيا انت بتحس ان انت سان داونز بس في تعديل يعني سان داونز اللي بيلعب بس في تعديل معهم بيرس تاوم لا وسان داونز بالظبط بس الراجل اللي معهم ده معدلهم سان داونز عندهم اللي هو ايه الهدوء في اللعب ازيد بكتير لكن الراجل اللي معهم لا مغير شخصيتهم خالص يعني هو سان داونز بس بشخصيه ثانيه شخصيه ثانيه لا بصراحه يعني ما عندهمش حته التحضير من ورا ده بالثقه الزايده دي لا عندهم حته البريس في نص الملعب بطريقه غير طبيعيه انا متابع المنتخب من بدايه البطوله يعني وموجود برضو هو المميز قوي نيجيريا واللي جه من انا قلت جمله كده من الانعاش كوت ديفوار بصراحه يعني جم حاجه ردت فعل ليهم غير طبيعيه وده برضو يخلينا نقول ده الفرق بين مش هقول مثلا عشان مشوا الراجل الاجنبي وجابوا مدرب وطني لا بالعكس لا هو اللعيبه طبعا اللعيبه ولكن المدرب واضح ان هو كان قافل عليهم حاجه عامل عليهم حاجه لانه في حاجه مش طبيعيه سهل العجله لما تشوفهم في الماتش الاول مش هم والماتش الثاني والتالت لا بعد مش هم دول بعد لا 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 مش هم دول على الاقل عارفين يبصوا ويلعبوا ويعملوا لا كانوا وحشين قوي في الاول كان ده اول مباراه كسبوها كانوا كويسين حتى اول مباراه لا ما كانوش كويسين ولا حاجه برضه حتى لما كسبوا لكن هو المباراه الثانيه والثالثه والسنغال كانت كسبتهم برضه بنتيجه كبيره فانا بقول لحضرتك المدرب الوطني بيفرق الكيمياء بتبقى قريبه من اللعيبه هو حاسس والكابتن حسام عنده ميزه كمان كابتن اسلام اللي هو عنده الروح والعزيمه والباور ده اهم حاجه فده هيفرق مع المنتخب الفتره اللي جايه وان شاء الله يعملوا حاجه كويسه يعني ان شاء الله يعني في الاخر شئنا ام ابينا منتخبنا خرج من دور ال 16 طبعا فبالتالي يعني هو ايه في بعض الرسائل اللي بعتها فيتوريا لكابتن حازم امام قال له انا مش عارف يا الناس يعني زعلانه قوي كده ليه زعلانه قوي احنا عمرنا ما كنا بنخرج من دور ال 16 احنا الدوره اللي فاتت واللي قبلها نهائي. بنلعب نهائي بنلعب لا اللي فاتت نهائي واللي قبلها طلعنا من قبل النهائي فانا عاوز اقول لحضرتك يعني وكلنا كنا بننتقد كيروش وطريقه اللعب بتاع كيروش وكيروش على فكره من احسن المدربين اللي جم المنتخب ليه صحيح. بيلعب على قد امكانيات اللعيبه اللي معاه امكانيات اللعيبه اللي معاه يعني يقول لك منتخب صلاح كرة صلاح هي القصه مش كده هو راجل امكانيات اللعيبه اللي معاه ومشت اللعيبه اللي معاه لازم يلعب بالطريقه ديت اللي هو لازم الخطوط كلها تبقى قريبه من بعض عندك علي جبر وكان بيلعب بعلي وحجازي البطوله اللي فاتت عبد المنعم شويه وبعدين عبد المنعم دخل فهو عنده حته البطء ده كان في البطوله اللي فاتت لا اللي قبلها كان علي واحمد حجازي فهو عارف حاجات لو فتح المساحات يا كابتن اسلام السبرنت في البطولات واللعيبه ديت مش هينفع فكان مخلي الخطوط قريبه من بعض ويتعمل اللونج باس على صلاح اللي فاجئني في فيتوريا وفيتوريا مثلا احنا لو قيمناه هو على مدار سنه وست شهور يا كابتن اسلام ما لعبش الا ثلاث منتخبات كبار تونس والجزائر وبلجيكا صحيح كسب بلجيكا اتغلب من تونس اتعادل مع الجزائر كلنا في ماتش الجزائر كله طلع اشاد بالمنتخب واشاد بيه حقيقي. وكنا عاملين مباراه اكنها مباراه رسميه بس انا بقول لحضرتك برضو عشان الحساسيه اللي بيننا وبين الجزائر يعني ده كان جوه اللعيبه هي اللي عامله الكلام ده
رحنا البطوله لقينا حاجه تانية خالص، راجل تاني خالص، راجل بقالك سنه وست شهور بتلعب 4-3-3، فجاه بقيت تلعب 4-2-3-1 والناس طلعت تنتقد صلاح، وصلاح الناس بتنتقده، الناس قبل ما تنتقد شوف صلاح بيلعب ايه. صلاح ما كانش بيلعب في مكانه. فخلاص بقى احنا دي صفحه ونقفلها ونفكر في اللي جاي، وربنا يكرم الكابتن حسام. اول مباراه اللي هتبقى في شهر 3 اللي هي البطوله الدوليه الوديه في الامارات. فدي حاجه كويسه، يقدر يشوف تونس اعتقد ونيوزيلندا وفريق كمان او منتخب كمان. فالبطوله دي هتبقى كويسه للكابتن حسام، اللي هو لازم في قوام اكيد يفهم. في قوام هو اكيد هيبقى مركز عليه طبعا، ويفتح يوسع الدايره شويه، لعيبه ممكن يضمها زي ما كيروش عمل اللي هو كاس العرب ده، لعيبه كتير، عمر كمال ومهند لاشين، اللعيبه دي كلها ما كانتش في المنتخب. صحيح، بطوله زريقه فرزتهم يعني، فان شاء الله يكون موفق ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. اروح معاك لبطوله افريقيا ومفاجات كثيره في هذه البطوله الحقيقه، ولكن في النهايه تتوقع مين، نيجيريا ولا جنوب افريقيا، الناحيه الثانيه كوت ديفوار والكونغو؟ انا من قبل البطوله كابتن انا قايل نيجيريا والسنغال. اوكي، كنت قايل نيجيريا والسنغال، بس بعد ردة فعل كوت ديفوار هيبقى نيجيريا وكوت ديفوار ده النهائي. نيجيريا هيبقى ماتش قوي، هتكسب جنوب افريقيا، هيبقى ماتش قوي جدا، بس انا برضو نيجيريا منتخب كويس قوي قوي. انا يعني اللي كنت برضو نفسي يكمل منتخب مالي. منتخب مالي منتخب جيد ده كابتن اسلام، منتخب مالي من المنتخبات اللي هتفاجئ بيها. عندهم نص ملعب غير طبيعي. من احسن ده اليو ديانج ما بيلعبش كمان. الثلاثه اللي على الدايره كابتن، اول ما الكره بتتنقل من خط الظهر ليهم، عندهم الوان تاتش والتحرك بدون كره ده بطريقه غير طبيعيه. فانا متوقع نيجيريا وكوت ديفوار هيبقى النهائي. نيجيريا وكوت ديفوار هيبقى نهائي هذه البطوله. عموما يعني انا اتمنى صراحه جنوب افريقيا طبعا، يعني عشان خاطر بيرسي تاو طبعا، يعني عامل بطوله كويسه. انا من الاول قلت نيجيريا زيك، يعني انا كنت من الناس اللي رشحت نيجيريا من قبل البطوله هتوصل النهائي، توصل نهائي وتاخد البطوله كمان. لكن دلوقتي اتمنى الحقيقه ان جنوب افريقيا تستطيع ان تفوز في هذه البطوله. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى ونتكلم اكتر عن النادي الاهلي. كلامنا عن المنتخب زي ما قلت لحضراتكم هيبتدي يقل بقى خالص الفتره القادمه، لانه خلاص تم تعيين كابتن حسام، ما بين ساعتين ثلاثه، ما بين بكره بالكثير هتعرفوا مين الجهاز المعاون مع الكابتن حسام حسن، اذا كان كابتن طارق وكابتن احمد، كابتن طارق سليمان وكابتن احمد الكاس وكابتن سعفان الصغير وكابتن وليد بدر، ودول الاسماء اللي اصر عليها كابتن حسام حسن، ولكن لم يتم الاعلان عنها رسميا من اتحاد كره القدم. ولا بيني وبينكم ولا ننتظر رسمي ولا حاجه، انا بقول لكم اهو، لانه الرسمي ما ممكن بعد كده بعد بكره يرجع يقول كلام تاني، لان احنا شفنا طلعوا بكلام رسمي من يومين وبعدين غيروه بعدها باقل من 72 ساعه، وبالتالي انا بقول لكم اهو يا جماعه ان ده الجهاز، وممكن اغير كلامي بكره في الحلقه ما عنديش مشكله. يعني هو اشمعنى اتحاد كره القدم بينزل بيانات وبينزل قرارات رسميه وبعدها باقل من 72 ساعه غيرها؟ فهنرجع بعد هذا الفاصل نتكلم عن النادي الاهلي ووجهة نظر كابتن رامي في الصفقات الشتوية، في اللي هيحصل الفترة اللي جاية، في تخمة اللاعبين اللي موجودة عند النادي الأهلي، نمسك الخشب يعني. بعد هذا الفاصل كلام أكتر عن النادي الأهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن رامي، النادي الأهلي ومعسكر اعداد، ثم مباراتين وديتين اثناء المعسكر، ثم العودة ومباراة ودية امام سموحة، اعتقد الامور ماشية بشكل جيد داخل النادي الأهلي حتى الآن. طبعا يعني حتى في ظل يعني ان انت واخد اجازه طويله شويه، طبعا دي حاجه كويسه برضو لمستر كولر اللي هو بيعيد ترتيبه تاني، اعتبر اللي هي فتره اعداد لسيزون جديد. الاضافات اللعيبه اللي دخلت على الـ على الـ على الفريق دي حاجه كويسه. الزنفيلي برضو، يعني الزنفيلي برضو عاوز اتكلم عليها كابتن. اتفضل اتفضل. عشان الزنفيلي يعني لعب معايا اخر سنه ليا كان في المينا، كان لسه معدي ال 20 سنه، وجون كويس جدا، اتطور يعني اتطور بطريقه غير طبيعيه الفتره اللي راح فيها النادي الاتحاد السكندري، عمل موسمين كويسين جدا. في البنك كان ماشي كويس طبعا، بعد انضمام ابو جبل للبنك هو كان حابب ياخد اللي هو يلعب، مش حابب يقعد يعني يبقى الحارس الثاني. صحيح. فطلع الداخليه عمل من بدايه السيزون، عمل سيزون كويس.
وجوده في النادي الاهلي هيزيد من خبراته وهيطوره اكتر. الراجل المدرب اللي موجود في النادي الاهلي مدرب كويس جدا، وباين على اداء محمد الشناوي على مدار الخمس سنين اللي فاتوا دول او الست سنين، الراجل طوره بطريقه غير طبيعيه. اوكي. المدرب اللي موجود في النادي الاهلي مشيل يانكن. فانا بقول لحضرتك الزنفيلي جون كويس وهيستفاد من مرحله انضمام النادي الاهلي ان شاء الله. وممكن وارد النادي الاهلي في خلال الست شهور دول لو شافوه كويس وبيتطور، وارد اللي هم يفعلوا بند، مش عارف بقى اعاره بنيه البيع ولا هي اعاره بس، مش عارف بنود العقد ايه بالظبط، بس هو حارس كويس. وبالنسبه لعمر كمال، طبعا عمر كمال لعيب كويس طبعا واضافه للنادي الاهلي، واللعيب اللي بيلعب في كذا مركز ده كابتن اسلام حضرتك عارف بيبقى جوكر، ده بيفتح بيبقى احسن حاجه للمدير الفني، بيبقى حابب يعني من المدير اللعيبه. صحيح. حابب اللي هي تبقى في الملعب. فعمر كمال اضافه قويه للنادي الاهلي، وهيبقى في منافسه بينه وبين محمد هاني، واوقات يلعب باك ليفت واوقات يلعب مساك واوقات يلعب طرف يمين، فهيبقى جوكر في الملعب يعني. والنادي الاهلي محتاج لكل هذه طبعا، او اي نادي في العالم الحقيقه محتاج دايما للعيب جوكر او اتنين يقدر يلعبوا في كذا مكان. طبعا. ووسام طبعا راس حربه، طبعا انا شايفه اللي هو هيبقى اضافه للنادي الاهلي، يعني انا شفت الفيديو بتاعه، سترايكر كويس جدا، بس انا نفسي يكون موافق مع النادي الاهلي. طبعا الاصابه اللي جات له ديت هتبقى حاجه، تعرف اللي هو التوفيق بيفرق مع الواحد كتير طبعًا جدا. طبعا يعني هو فيرود كويس، بس هو الاهم يكون موافق ويكون التوفيق عامل زي رضا سليم. يعني رضا سليم جه كابتن اسلام دخل جوه الفرقه بسرعه والجمهور اعجب بيه بسرعه لما الاصابه اللي جات له ديت، فان شاء الله يكون عند حسن ظن النادي الاهلي والجمهور. وانا شايف الفتره التوقف دي كلها كويسه لمستر الكره اللي هو يعيد نظرته للعيبه معينه. الفتره اللي فاتت كان هو مركز معاهم، لو في حد تاني دخل جديد من الناس اللي هي بعيده هيبقى في منافسه، وكتر اللعيبه في اي نادي يا كابتن اسلام دي بتبقى حاجه لسه كويسه. انا كنت هسالك يعني انت بسم الله ما شاء الله دلوقتي الناس يعني تقول لك ايه، بعض الناس تقول لك انه من الممكن تحدث مشاكل لانه الراجل دلوقتي عنده مجموعه كبيره جدا من النجوم. لا انا شايف لا، يعني النادي الاهلي او نادي الزمالك على الانديه الكبيره ديت ما يبقى يكون في عدد لعيبه كبيره كابتن، وبالذات يعني في النادي الاهلي انا شايف يعني انا لما رحت النادي الاهلي كابتن اسلام رحت طبعا كان في نجوم اسامي لا تحصر يعني. صحيح. فانا عاوز اقول لحضرتك سيستم النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي بيخلي كل واحد ملتزم بالنظام اللي فيه والسيستم اللي هو فيه، وحاجه كويسه بتبقى للمدير الفني. ده المدير الفني اكتر حد بيكون مبسوط لما بيكون عنده سكوات لعيبه كتير وكويسين ومفيش فرق بين اي حد، بس ما تعملوش مشاكل اهم حاجه. هو عامه دي بترجع بقى لشخصيته يا كابتن، يعني شخصيه المدرب. المدرب طبعا هو بالعكس ده المدرب عايز يعني 30 لعيب نجوم كلهم، وهو بقى ترجع لشخصيته هيقدر يسيطر على النجوم دي ولا لا. زي مانويل جوزيه يا كابتن في وجودكم في الوقت اللي كنا فيه كان كله نجوم، بس ما هو شخصيه التزام بالملعب بالملعب وكل واحد عارف دوره. صحيح. فهو الراجل مستر كور لا، هو شخصيه قويه وشخصيه كويسه وهيفرق معاه كتر النجوم دي كلها. يعني دلوقتي انت كهربا هيبقى في منافسه بين رضا سليم وكهربا وطاهر وحسين الشحات وبرستا قدام وسام ومودست وكهربا ده كهربا هو هيوظف كهربا خلاص، هيشيله من تسعه دي والله. لا هو كهربا على قد ما هو اتظلم السنه ونص اللي فاتت ديت، بس هو على فكره كابتن اثبت اللي هو لعيب كويس ونجح مستر كولر في ماتشات كتير ومباريات كتير يا كابتن. كان سبب في اللي احنا ناخدها. فانا بقول لحضرتك لا، هو هيوظف كهربا فعلا. انا حاسس ان هو هيرجع حسين تاني لمكانه الطبيعي اللي هو ايه؟ اللي هو طرف يمين. يبقى هو بيرسي تاو ويلعب، يبقى رضا سليم وكهربا هما اللي ايه؟ خلي بالك ما انت عندك عمر كمال برضه، في مع عمر كمال وفي طاهر. في طاهر ما انا بقول لحضرتك ايه، في ثلاثه كده وثلاثه كده كتير يعني. والاسترايكر خلاص هما الاثنين دول هيبقوا التسعه، مودست وسام دول مع هيحط كهربا ثالث، مش هيبقى ظلمه عشان أوكي. كهربا راجل بقاله سنه ونص بيعمل الدور اللي انت طالبه منه، فاديله فرصته في مكانه. يعني هو كهربا جاي اصلا جناح شمال. فهو اما يلعب تسعة ويكون بنفس الاداء ده، ودي حاجه كويسه برضو تخليه يبقى الاولويه لكهربا عشان بيقدر يعمل له كذا مكان وكده، فدي حاجه كويسه
وان شاء الله الفتره الجايه الاهلي يستمر زي ما فرحنا في كاس العالم وفرحنا في السوبر فيستمر يعني خدوا راحه بس يبداوا وزي ما حضرتك قلت قبل ما نطلع اللي خلاص بطوله واتحطت واتنست اصلا دولاب خلاص. دي يعتبر سنه جديده بيبدا بفتره اعداد جديده صحيح داخل على بطوله افريقيا وداخل على البطولات كلها والدوري فان شاء الله يبقى موفق ان شاء الله. كابتن خالد بيبو اجتمع الحقيقه مع كابتن محمد الشناوي بعد عودته الحقيقه اعتقد برضو اصابه الشناوي وغيابه هتؤدي او هتؤثر بشكل كبير حتى لانه الشناوي كمان من الاسماء الكبيره جدا وكابتن منتخب وكابتن منتخب وكابتن النادي الاهلي. طبعا يا كابتن يعني الشناوي ده من 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 من, من اللعيبه اللي انت لازم تشكر فيها على على على, على التحدي اللي كان عنده. الراجل ده مشي من النادي الاهلي وهو صغير وراح وراح الجيش وراح الحرس وراح بتروجيت واشتغل على نفسه كتير يا كابتن اسلام لغايه ما رجع النادي الاهلي. ولما رجع للنادي الاهلي قعد فتره كبيره لشريف اكرامي وبعد كده اما خد الفرصه ولعب اثبت اللي هو يعني يستحق الفرصه دي من زمان. بس هو واشتغل على نفسه كتير الشناوي وبقى شخصيه كابتن وجوه الملعب يعني بقى قائد جوه الملعب مؤثر طبعا. بس هو ان شاء الله يعني الاصابه ديت مش عارف يعني هو بيقولوا 3 شهور صح هيقعد 3 شهور بين 3 او 4 الاصابه دي كانت جات لي وانا في المان عرب بس قعدت شهر ونص بس ما اعرفش هل اصابته هل هو ممكن تكون خلع اكبر او اقوى. انا كان عندي قطع في الرباطين فكانت صعبه برده بس هو كان الدكتور احمد عبد العزيز عملها لي بطريقه جديده كده مش شريحه ومسامير بتقعد 6 اسابيع وتلعب. محمود فتح الله عملها نفس التكنيك ده برده ما اعرفش هل الشناوي بقى الشناوي عملها في المانيا بس مش عارف التكنيك ايه اللي يخليه ممكن 3 شهور ممكن يكون الاصابه غير الاصابه بس ممكن. هو طبعا هو هيفرق مع اللعيبه بس هو بره الملعب يا كابتن اسلام زي جوه الملعب يعني الميزه جوه اوضه اللبس اللعيبه الكبيره هو ورامي وياسر وحسين ودلوقتي كهربا واللعيبه الكبيره جوه اوضه اللبس هم اللي عاملين الراحه النفسيه بين اللعيبه كله بيحب بعضه اللي يلعب ما فيش مشكله بين اي حد جوه اي لعيب. طبعا انت حضرتك عارف ان اي لعيب بيبقى من جوه عاوز يلعب بس ما دام شايف كابتن اسلام بيأدي الدور احسن مني فلازم انا اصبر لغايه ما اخد فرصتي صحيح. فهو ان شاء الله الفتره الجايه انا شايف لعيبه كتير والراجل اكتر حد مبسوط للموضوع ده مستر كولر يعني. طبعا مبسوط ولا بيبقى ما هو انا ما اعرفش صحيح يعني مثلا مانويل جوزيه كان دايما بيبقى حابب ان ال 30 لعيب يبقوا اجمد من بعض ما اعرفش كولر اكيد يا كابتن اي لعيب في اي مدرب يعني انت دلوقتي عندك مجموعه كبيره جدا أيوة وكل كلهم لعيبه منتخب مصر منتخب مصر اي مدرب في العالم يا كابتن بيبقى حابب مثلا ال 30 لعيب يبقوا ال 30 على مستوى واحد عشان ده يخلق منافسه بين اللعيبه يخلي كل لعيب مركز تركيز غير طبيعي بحيث ان هو عارف لو ما اشتغلتش 200% في اي وقت اللي في ظهره هياخد ويركب ويلعب بلغه الكوره يعني. فهو بصراحه دي حاجه كويسه ودي حاجه هتبقى ليه هو هيأدي نتائج كويسه الفتره الجايه ان شاء الله. طيب برضو عايزين نفكر المشاهدين مجموعة النادي الأهلي طبعا شباب بلوزداد في البطولة الأفريقية يانج أفريكانز التنزاني ميدياما الغاني شايف مواجهة النادي الأهلي مع شباب بلوزداد إزاي وهي المواجهة الأهم خلال الفترة القادمة لا في المجموعة اللي احنا فيها لا هي هيبقى ده أقوى مباراة يا كابتن والمباراة إن شاء الله هتبقى يوم 16/2 في الجزائر فإن شاء الله النادي الأهلي يبدأ المجموعة بنتيجة إيجابية إن شاء الله وده اقوى مباراه يعتبر يعني في المجموعه ف بكمل ولو النادي الاهلي ان شاء الله ربنا كرمنا وكسبنا اعتقد انت هتبقى بنسبه كبيره جدا دخلت وعملت اللي انت عايزه يعني طبعا هو اصلا ما انا بقول لحضرتك هو ان شاء الله ده اقوى مباراه وانا متفائل خير بفتره الراحه اللي اللعيبه خدوها دي حاجه برده ريحت اللعيبه بقى لها سنتين ما فيش راحه خالص فدي حاجه كويسه وان شاء الله يبداوا تبقى البدايه القويه هي شباب بلوزداد ان شاء الله. تفتكر ان الانديه استفادت بشكل كلي ولا جزئي في مد فتره القيد؟ والله يا كابتن بترجع لكل واحد امكانياته ايه يعني امكانياته الماديه هو كان محتاج هو قادر يجيب لعيبه انا بقول لحضرتك برضو انت لو شفت في فتره الانتقالات الشتويه ما هو ما حدش عمل صفقات كتيره لنادي الزمالك بس نادي الزمالك عشان طبعا القيد اللي بقاله سنه ونص طبعا موقوف الانديه كلها الباقيه انتقالات هتلاقي لاعب او اتنين
المقاولين العرب عمل 7-8 صفقات عشان كان ماشى برضو 8 لعيبه اول ما الكابتن عوده جه، فجايب 7 كابتن عوده ماسك المقاولين دلوقتي ماسك المقاولين بعد الكابتن شوقي، بعد الكابتن شوقي جه طلعت محرم وبعدين عوده جه الكابتن عوده. ف عوده اعتقد طلعت مكمل معاه مدرب عام فعاوز اقول لحضرتك هو ممكن المقاولين جاب برضو 7-8 صفقات، الاتحاد صفقتين، يعني الانتقالات الشتويه كلها لعيب او اتنين يعني ما حدش اضاف اضافات كبيره. يعني فكرك عوده الدوري بقى كيف ترى عوده الدوري بعد هذا التوقف الطويل؟ طبعا في انا شايف في انديه هتبقى مستفاده من كاس الرابطه. اوكي صحيح. الانديه ديت هتحسها في فرق بينها وبين الانديه اللي ما لعبتش من ساعه ما حصل التوقف الدولي. يعني النهارده اتفرج واللي طلعت بدري برضو. اللي طلعت بدري طبعا، لكن هتلاقي الاتحاد، هتلاقي المصري، هتلاقي سيراميكا، هتلاقي الجيش، هتلاقي الجونه اللي لسه خارج الاسبوع اللي فات، هتلاقي يعني ايه 7-8 انديه فورمه المباريات عندهم يا كابتن اسلام مهما خدت فتره توقف وما بتلعبش مباراه حتى لو مباراه وديه مش هي هي الماتشات الرسميه طبعا. فال7-8 انديه دول هتلاقي في فرق بينه وبين الانديه اللي ما لعبتش خالص في كاس الرابطه او خرجت من بدري يعني. بس فالعوده هتبقى عوده شرسه جدا عشان الدوري حضرتك لو بصيت على اخر 6-7 فرق تحت بنت وبنتين فالموضوع صعب جدا يعني، وانت لسه في الدور الاولاني ولعب 8 اسابيع وناس لعبه 9 اسابيع وناس لعبه 7 وناس لعبه 6، فالموضوع هيبقى صعب وهيبقى ضغط مباريات كتير، فاللي مش هيلحق نفسه في الدور الاولاني هيبقى الموضوع صعب في الدور الثاني يعني. مين الفرقه اللي مفاجئاك لغايه دلوقتي في الدوري؟ اللي مفاجئني الجونه. اوكي. طبعا الكابتن علاء عبعال رجل خبير في هذا المجال يعني. هو بص يا كابتن، انا بحس الكابتن علاء يعني مرسوم عليه حته اللعيبه اللي هو يجيبها ما تبقاش معروفه دي ومغموره، يعمل بقى حاجه كويسه، يعمل معاهم شغل كويس كويس جدا. يعني انت لو لاحظت السيزون اللي فات راح على دخليه على الشرقيه الاول، شرقيه دخان، انا بحب اقول الشرقيه دخان يعني. عاوز اقول لحضرتك مثلا كان رايح مشى الاسامي كلها اللي كانت موجوده في الفرقه وجاب 14 لعيب ما فيش حد يعرف مثلا 3-4 منهم يعني. وعمل سيزون كويس جدا وكان ممكن يقعد على اخر مباراه او مباراتين. اللي مفاجئني برده مش مفاجئني في السكواد بتاعه سيراميكا. سيراميكا في تطور وكل مباراه بيبقى احسن من المباراه اللي قبلها، يعني هو بدا الدوري وصلوا النهائي اعتقد النهارده بعد الفوز على الاتحاد هو وطلاع الجيش. الحقيقه اللي بنبارك للكابتن عبد الحميد بشوني وبنبارك للكابتن ايمن الرمادي بوصولهم للمباراه النهائيه. سيراميكا قبل التوقف هم بداوا سيزون مش كويس، ابتدوا بعد الاسبوع الرابع او الخامس في تطور. اوكي. وفرق معاهم اللي هم لعبوا السوبر في الامارات ما عادوش، رجعوا على كاس الرابطه صحيح فما عادوش خالص، فانت الريتم بتاعهم قاعد يعني. وخلي بالك برضو المباريات كل 4-5 ايام فواخد راحتك. ايوه بس هو 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 في تصاعد على طول يا كابتن، فدي حاجه كويسه، يا رب الكيرف العالي بتاعهم ده يفضل لاطول وقت يعني. دول اللي كانوا قبل ما التوقف يحصل فدول اكتر حد يعني. هي الجونه بصراحه لسه خارج قبل نهائي من نصف النهائي من الجيش في ضربات الجزاء، فهو كابتن علاء عامل شغل كويس معاهم. برضو احنا بنتكلم عن الدوري وعوده الدوري، برضو الاسماعيلي، الزمالك، الفرق الكبيره الجماهيريه الكبيره، الاتحاد، هل من الممكن عوده الاسماعيلي؟ هل من الممكن ان نرى الزمالك افضل بعد اللي حصل له يعني مدير فني وعدد كبير من اللاعبين؟ طبعا يعني هو الزمالك كلنا طبعا عاوزين الاهلي والزمالك هم القطبين، هو عاوزين المنافسه، عاوزين ده كله بيرجع لمنتخب مصر ودي حاجه كويسه يعني. صحيح. يعني اي حد بيتفرج على كوره او بيشجع عاوز المنافسه، مش عاوز احنا على طول النادي الاهلي لوحده، لا دي مش حاجه في الكوره او في الرياضه ما بتبقاش، احنا عاوزين المنافسه، المنافسه هي اللي بتخلق الشغف بتاع الجمهور والمشاهد وكده. فانا شايف الزمالك بجد المجلس اللي موجود ده كابتن اسلام مجلس كويس، مجلس هادي، مجلس جاي يشتغل، هي دي الرياضه وده اللي احنا بننادي عليه يعني. حتى في النادي الاهلي هي الرياضه
الرياضه اخلاق زي ما بيقولوا. صحيح. فعاوزين الدنيا تبقى هاديه ودي حاجه كويسه. لا يبقى التنافس في الكوره، التنافس في الصفقات، التنافس في الكلام، لكن التنافس وما بقاش تراشق يعني. لا ايوه التنافس في الرياضه. الرياضه الرياضه, الرياضة احنا عاوزين يبقى التنافس في الرياضه بس. صحيح. ما نخرجش بره الرياضه يعني. والاسماعيلي الواحد يتمنى الاسماعيلي يرجع. الاسماعيلي الموضوع في الاسماعيلي بيبقى صعب وكل سنه بيبقى اصعب يا كابتن اسلام. صحيح. يعني ليه انا عندي نقطه بس في الموضوع الاسماعيلي. يعني النادي الاسماعيلي الموارد بتاعته يا كابتن اسلام مش احسن حاجه ومش اعلى حاجه. صح. وكل مجلس بيجي انا بسمع ارقام في الاسماعيلي. انا اسف في الكلمه، انا اللعيبه بتاخد ارقام، ما ينفعش مجلس يجي يجيب لعيبه بالارقام دي. يعني انت عارف الـ 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 الامكانيات الماديه بتاع نادي الاسماعيلي. هو ايه اللي مخلي نادي الاسماعيلي كده؟ اللعيب يجي مثلا ياخد 7 مليون و8 مليون و9 مليون. أوكي. الارقام ديت ممكن تسمعها في الاهلي وفي الزمالك ودخل مثلا بيراميدز في الارقام دي، لكن الاسماعيلي يتفق مع حد ب 7 8 مليون ما يقدرش يديله 7 8 طبعا. مليون ويمشي اخر السنه. اللعيب يروح يشتكي. الاسماعيلي ما يسددش العقد بتاع اللعيب. الاتحاد الدولي يحط عليه غرامه. هتلاقي ارقام تخد. بس انا ما اعرفش هم فكوا الكود ازاي، يعني انا ما عنديش معلومه الاسماعيلي فك الكود ازاي وقيد كام لعيب كده. انا اتمنى طبعا كابتن ايهاب بصراحه شايل حمل كبير جدا، بس انا حاسس اللي هو ربنا يوفقه الفتره اللي جايه ديت والاسماعيلي يرجع الاسماعيلي بتاع زمان ان شاء الله. تمام. برضو من الانديه الاتحاد، يعني النهارده الاتحاد فوجئنا بان هو يعني او كان هو يعني بما اننا اسكندراني او بما اني اسكندراني يعني كنا الاسكندرانيه كلهم كانوا بينتظروا النهارده ان الاتحاد يفوز على سيراميكا كليوباترا ويصعد للمباراه النهائيه، لانه الحقيقه مقدم شكل جيد الفتره اللي فاتت، لكن الاتحاد الحقيقه خسر النهارده وخرج من البطوله. طبعا هو جون القندوسي بس بصراحه كابتن مفاجئ الواحد يعني. القندوسي ماشي بشكل جيد جدا. هو لعيب كويس. طبعا هو لعيب كويس، وهو ما جه النادي كان الواحد نفسه ياخد يعني النهارده كابتن الجون اللي هو جايبه بدماغه ده نموذج للاعيب اللي بيلعب 8 بالظبط. راجل هو الكره اللي مطلع الكره اصلا، الباص وهو اللي متحرك وداخل جوه ال 18 وتحرك تحرك بين الباك والمساك نموذج، يا دوب بس وجه دماغه فهو ماشي معاهم كويس جدا. الاتحاد بقى اقول عاوز اقول لحضرتك بعد الجون ده حصل طرد للسيراميكا. ما بانش. طرد الباك رايت اخر 10 دقائق من الشوط الاولاني، والاتحاد حاول اللي هو يرجع في المباراه، جاب جون بس اتحسبت لمسه يد وهشام بيشوطها كده جت في ايد احمد عيد. فعاوز اقول لحضرتك لا الاتحاد مع الكابتن طارق مختلف الفتره اللي فاتت دي كلها ماشي كويس. طبعا الجمهور كان النهارده احسن حاجه في الاستاد، يعني الجمهور كان كتير جدا في الاستاد اكيد. كل الناس زعلانه وكانوا نفسهم في بطوله، هم يعني كان طموحهم ان هم يوصلوا نهائي يعني. صحيح. بس ما حصلش نصيب، بس هو لازم يبني على اللي هو نهى منه كابتن طارق وماشي كويس. ما يحصلش النتيجه دي وخروجه من كاس الرابطه يحصل دروب، لا لازم يكمل باللي هو ماشي فيه ده في الدوري ان شاء الله يوصل لمكان كويس يعني. اخيرا يا رامي، الفتره القادمه كيف ترى النادي الاهلي؟ كيف ترى النادي الاهلي والبطوله الافريقيه؟ كيف ترى النادي الاهلي والدوري؟ كيف ترى النادي الاهلي ونهائي الكاس؟ طبعا هو اول حاجه هتبقى اقرب بطوله نهائي الكاس طبعا. اقرب بطوله 13 مارس او 13 مارس بيبقى نهائي الكاس، تاني يوم رمضان او ثالث يوم. يبقى نهائي الكاس طبعا، وان شاء الله يعني الكاس يبقى موجود زي موجود كل سنه ان شاء الله، ونقدر ناخده ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وهيبقى يعني اكتر اول هديه للجمهور في رمضان ودخله العيد ان شاء الله تبقى الكاس. وبطوله افريقيا ان شاء الله الواحد متفائل السنه دي برضو ان شاء الله يا كابتن ناخدها ان شاء الله زي السنه اللي فاتت. مجموعه اللعيبه اللي موجوده ديت هتخلي كمان اللعيبه الجديده اللي داخله هتبقى حابه تدوق طعم بطوله افريقيا وتدوق طعم اللي هي تلعب كاس عالم كله عايز. فالموضوع ده هيبقى كويس جدا، هيخلي اللعيبه كلها في تنافس بينهم. والدوري السنه ده هيبقى صعب. انا شايف الدوري السنه ده هيبقى صعب، ومستر الكورة بصراحه راجل بيخطط لكل حاجه وبيخطط لقدام. وما قعدنا فتره الناس كلها كانت بتنتقده في بدايه السيزون وخروجنا من السوبر وبدايه الدوري وحش ونتعادل مع سيراميكا ونتعادل مع سموحه، لا نتعادل مع سموحه ونتعادل مع الجونه قبل ما نروح كاس العالم،
خلى الناس كلها في كاس العالم محدش بقى يتكلم ولا يفتح، هو راجل شايف هو باصص لكاس العالم. خلى اللعيبه كلها راحه فت، راح اللعيبه كلها واقفه على رجليها، كل الناس اتفاجئت باداء الفرقه، كله كان قبل كاس العالم متخوف من الماتشات بتاع الدوري والخروج من السوبر الافريقي، لكن هو راجل ماشي على يعني كل مباراه بالمباراه بتاعتها، وكل خطوه هو مركز هو عاوز ايه، وانا يعني متفائل ان السنه دي هناخد كل البطولات برضو، الخمس بطولات زي السيزون اللي فات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. رامي انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، واتمنى لك يا رب كل التوفيق للمرحله القادمه. شكرا جزيلا حبيبي يا كابتن اسلام، والله انت اكتر والله يا كابتن. شكرا جدا جدا يا رامي على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل او قبل هذا الفاصل هناك تقرير عن او فقره جديده هنعملها مع حضراتكم خلال الفتره القادمه عن تقرير فيما حدث في مثل هذا اليوم. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل الأساتذة الكبار الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بالاساتذه الكبار، الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن منور الدنيا. اخبار حضراتكم ايه؟ منور الدنيا. جاهزين؟ اه ان شاء الله معاك جاهزين. تخبط واضح وعشوائيه واضحه، وللاسف الشديد واحده من او واحد من وجهه نظري الشخصيه الاتحادات اللي عليها علامات استفهام كبيره جدا طبعا. جدا في تاريخ مصر الحقيقه. بالتاكيد انه يعني ابسط حاجه، معلش مره ثانيه بس لازم اوضح. اتفضل اتفضل. لازم اوضح كل شويه الكلمتين يعني دول. الاتحاد دي حاجه، ولكن انا مع قرار وجود الكابتن حسام حسن مديرا فنيا، انا مش بتكلم على قرار الكابتن دي حسام. قضيه ثانيه يعني. دي قضيه ثانيه، لكن انا بتكلم على القرارات المتخبطه الاداريه المتخبطه. الاتحاد بقاله 3 سنين ما عملش غير حاجتين، دوري المحترفين ويستحق كل التحيه والتقدير ليهم، ومعقول حاجه ثانيه من وجهه نظري حسام حسن. شوف حسام ابراهيم يستحقوا تماما هذه الخطوه. رايي طبعا لو اي لا حد لا من حضراتكم له راي اخر يقوله. اصل هنقول ايه؟ هنلاقي في ناس اقل من حسام خبره وتاريخ في كره القدم المصريه، ومع ذلك تولى هذا المنصب. صحيح. بكل صراحه كده، فحسام يستحقها مليون في الميه. الكلام بقى على ايه؟ انه من يومين بس يا كابتن، يوم الاجتماع بتاع مجلس اداره اتحاد الكوره، القرار اللي صدر ايه؟ انه تعيين كابتن محمد يوسف مدربا عاما. ها مع قرار تاني يا سمير لو سمحت، معلش. ايوه، مع انتظار المدير الفني الاجنبي. يعني حضرتك اللي قلت كده؟ لا استاذ محمود، لا ده موجودين على فكره، مش انا برضو على فكره. على فكره القرار ده موجود من يومين بالظبط. ايوه، ما انا بقول لحضرتك هنجيبه دلوقتي. بس بقول الا يقول لك يطلعوا يقولوا لا ده انت اللي بتقول. لا ده موجود نصا اهو يا فندم. وقرر الموافقة على تعيين محمد يوسف اتفضل مدربا عاما لمنتخب مصر الاول لحين اختيار مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز. لحين ايه يا فندم؟ لحين تشكيل اختيار مدير فني اجنبي. لحين ايه يا استاذ محمود؟ لحين تشكيل جهاز فني. معلش راجع معانا، يمكن احنا مش شايفين. لحين اختيار مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز. اللي هو ايه؟ ده الكلام ده امتى؟ يوم الاحد. يوم 4 فبراير اهو فوق. بالظبط النهارده 6 حضرتك. بتاريخ 4 فبراير. النهارده 6. والكلام ده فشل اداري واضح. طبعا. وبعدين نقدر نقول انه ما نقدرش نقول النهارده اتحاد الكوره قرر تعيين حسام حسن. يعني ده يبقى خبر غلط. ده خبر ما مش هو، انت تقول تقرر تعيين حسام حسن. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر. وبرضه دون الدخول في التفاصيل، كان في اجتماع لحسام هو حسن. هو لسه على فكره. لا كان في اجتماع في مع وزير الشباب والرياضه. لسه هقول لحضرتك. دكتور اشرف. دكتور اشرف لسه قايل في مداخله هنا بقراها انه كان هناك اجتماع صباح اليوم بالزبط. وكابتن حسام حسن ابدى احترامه الشديد لكابتن محمد صلاح وكل المحترفين الخارجيين، وقال ان هو لو في فرصه ان هو يسافر ويقعد معاهم هيسافر ويقعد معاهم. ويبدو ان الدكتور اشرف صبحي باعتباره ممثل هو شاف الدولة الناس رايحه جايه في كلام، وشايف الناس ضربه ضربه لخمه في الموضوع وما فيش رؤيه. ما هي المشكله يعني، هو احنا متفقين على انه حسام يستحق ان يكون في هذه الخطوه من فتره طويله جدا. صحيح. ثانيا مساله بقى انه يعني
يبقى في هذا القرار اللي صدر من يومين انه تعيين. طب ذنب محمد يوسف ايه دلوقتي؟ مش عارف يعني برضو، ما من دي من ضمن الحاجات الغريبه جدا. بيقول لك عرضوا عليه فرقه منتخب من منتخبات الناشئين والشباب. ما فيش كلام ده، ده اسمه بقى طبطبه يعني. ده اسمه لا طبطبه لا مش طبطبه لا مش طبطبه ده لا اسمه لا. يعني عشوائيه. اه عشوائيه يعني عايزين نقول اكتر من كده يعني. هو بص يا كابتن، القرار اللي صدر يوم 4 فبراير يؤكد لك حقيقه واقعه بامانه أيوة. لا مجال للشك، انعدام الرؤيه لدى من يدير اللعبه الاولى في مصر. خلاص انت الان على نظام غياب مهندس عمليه المراحل الانتقاليه. أوكي. يعني ما عندكش الاستاذ والمعلم اللي بيعرف يطلعك من ايه، من حاله الزنقه لمرحله انك انت ايه يقول لك اتفضل ادي بدايلك 1 2 3. هذا الاخفاق الذي حدث في كوت ديفوار كان يتوجب على اتحاد الكوره والقائمين عليه بان يتحلوا بنوع من الهدوء والالتزام حتى تنتهي امم افريقيا. حتى لو انت كاتحاد كوره دخلت في مفاوضات عمليه رسميه مع بعض المدربين، منهم فتحت خط مع سباستيان دي سابر، فتحت خط مع جوزيه بيسيرو، فتحت خط مع حد تاني، مع سطعت راي هيرفرينار اللي انا اكتر من 10 سنين بيتكلم عنه ونفسنا نجيبه مش عارفين نجيبه او مش عارف مين اتكلم. لكن حجم الخساره اللي حصلت للكره المصريه في كوت ديفوار كان يتوجب عليك كاتحاد كوره ان تراعي متطلبات المرحله الحاليه ويكون لديك نوع من الهدوء وتقدر الحاله العامه للشعب المصري الذي تسببت حضرتك في اصابته بالاحباط. صحيح. كان يكون عندك دراسه وتقول لماذا لا يكون البديل وطني، وتقول انا عندي 4 5 مدربين. ده انا بقول، انا بقول لك 4 5 مدربين بالزبط. واحلل ادائهم واجيب ناس عندي، اجيب ناس ايه عندي ليها الخبرات واقعدها وما اقولش مين. انا ممكن اجيب كابتن السام الشاطر، كابتن مش عارف مين، الناس اللي ايه رايكم اخدهم بعيد ما حدش يعرف، بستلزم كل خطوه انا الناس كلها تعرفها. اخلص محمود بالتليفون. هو لو انا ما انا بقول لحضرتك كابتن حازم ولا كابتن بركات ولا قبلهم الاستاذ جمال كلم مثلا كابتن حلمي طولان وقال له ايه رايك في استاذ محمود صبري ولا في استاذ جمال، هيقول له في اي مدير فني يعني. انا بقول لحضرتك كان يتوقف في كان يتوقف في المرحله دي انه الدايره الضيقه او المغلقه من اتحاد الكوره بالاتفاق مع التفويض من المجلس ان يكون عندك وقتها لماذا لا يكون مدرب وطني، بدليل ان هذه البطوله برضو اثبتت بجانب اخر تواجد المدرب الوطني. غدا او بكره ان شاء الله في مباراتين منهم مدرب وطني جاء بالصدفه مدرب منتخب كوت ديفوار بديل المدرب الفرنسي كان كوت ديفوار. الان كوت ديفوار على مقربه من الوصول للمباراه النهائيه، صح مباراه تبقى شرسه بكره لكن عندها دوافعها كبيره جدا. انت كان يبقى عندك حساباتك ورتبت ورقك وعرضت وجهات النظر على القائمين على الامر. انا عندي سكه ان انا طريق اخد المدرب الوطني واخلص بلدي من حجم كبير جدا مرهق من المرتبات بالدولار في الظروف الصعبه دي، واقول انا عندي وجهه نظر ان احنا نقدر نستحمل، احنا عندنا ماتشين هنلعبهم في 2024 نركز نعدي الماتشين وبعد كده يحلى الكلام خلاص، او عندي نجيب مدرب اجنبي تكلفته هتقل. لكن انا اروح اتفق كمان مع مدرب اجنبي واقول له هتاخد 120 الف دولار انت والجهاز يا عم، احنا لسه ما خلصناش من 240 هنطلع في 120، هي احنا بنلاقيها في الشارع، ما انت شايف الوضع عامل ايه. والاخفاق كان اكبر وكان مرير يا كابتن، يعني مدرب حصل على مدار سنه ونص او سنه وست يعني مش عايز اقول لم يقدم، كانت الناس متوقعة ان احنا هنشوف منتخب يكسر الدنيا في كوت ديفوار، لكن المحصله بامانه كانت مخيبه. وانا بقول لك حاجه اهو، حتى اتحاد الكره والقائمين عليه صدموا مما شاهدوه من تراجع كبير جدا لاداء المنتخب كلنا بامانه شديده. هذه المرحله تتطلب بالفعل مدرب وطني. انا بقولها لك اهو، والمدرب الوطني اذا كان للبعض يرى فيه عيوب فانا بارى فيه ايجابيات كبيره جدا، على الاقل هيكون عنده حماس وعنده دافع وعنده رغبه. وحسام حسن اتفق او اختلف معاه، لا من المدربين المجتهدين اللي بيحاولوا يصنعوا لنفسهم ما بيستسلمش. وبقول المرحله دي يا جماعه محتاجه بامانه شديده نركن حسابات بصفه عامه ونبص للصالح. هنكمل في المشوار، عندك ماتشين مع بوركينا فاسو وغينيا في غايه الخطوره، خطوه تفصلك عن الاقتراب بنسبه كبيره جدا عن الاقتراب من مشوار التاهل 2026. اتحاد الكوره اتحاد الكوره كان يتوجب عليه بنوع من الذكاء يا كابتن اسلام، خلاص تم اختيار حسام حسن، اعلن رسميا اختياره واقول اهمه لنفسي اسبوع لتشكيل الجهاز. مش هم اللي اختاروا يعني، لا ما انا واخد بالي، تم تقرر اختياره
كان يمهل نفسه في بيان سريع تم اختيار كابتن حسام حسن وعليه تشكيل الجهاز في مده ايه؟ اسبوع. بس خلي بال حضرتك بس عشان بمناسبه ان هو تقرر اختياره، استاذ جمال علامه اهو في الكوره بلس بيقول سندعم حسام حسن باقصى ما لدينا. سندعم. والمدرب هو من سيحدد الجهاز الفني الذي سيعمل به. كابتن اسلام. ومعه. هو تصريح الاستاذ جمال علام ده دلوقتي حالا اقرار بامر واقع. اوكي. اقرار بدليل انه لو كان في نيه للتعاقد من جانبهم مع حسام حسن ده ما كانش كان اعلن هذا الكلام أصلاً. وما كانوش تعاقدوا مع او اتفقوا او اعلنوا ان هم هيتعاقدوا مع مدرب اجنبي محمد يوسف انتظارا لوصول او التعاقد مع المدرب الاجنبي. يعني اذا ما كانش في الحسبان. صحيح. الوضع الطبيعي ان اتحاد الكره دلوقتي لازم سيدعم حسام حسن. طبعا. طبعا في نقطه بقى كانت ممكن برضو تنفجر وهي نقطة علاء نبيل لما تعين أو طلع قرار بأنه هو مدير فني لاتحاد الكورة. أعتقد أن شخصية علاء نبيل مش هتسمح بوجود مساومات على اختصاصاته. يعني شخصيته طيب ما هو هي بدأت النهاردة كابتن. هي بدأت النهاردة كابتن علاء امبارح في مكالمة مع ملك وكتابة وقال أنا دوري ودوري وماشي تمام. فأنا ساعتها يعني طلعت قلت يعني أفلح إن صدق أو أفلح إن نفذ. تمام. فليه؟ لأنه وجودك في مكان بدون أي صلاحيات. أيوة. ده مكان. طيب النهاردة كل اللي حصل كابتن علاء ما يعني ملوش دور على الرغم ده اللي أنا ده أنا معرفش حضرتك عندك معلومة تانية ولا حاجات. لا في حاجات. هذا المنصب اللي هو المدير الفني لاتحاد الكورة منصب عظيم جدا. صحيح. ومهم جدا. انما حتى قبل ما يجي علاء نبيل ما كانش له دور من يشغل هذا المنصب. لا استاذ جمال اللي جاي على اللي فات احنا بنتكلم على اللي جاي واللي جاي حاجه تانية. وكلام الكابتن علاء امبارح معانا هنا في قناه الاهلي ملك وكتابه قال هو اللي قال هذا الكلام مش انا برضو هو اللي قال هذا الكلام وقال الكلام ده اختصاصات لازم يكون قال هتدخل في اختيار المدير الفني وقال مين اللي هيبقى مين قال انه مدرب اجنبي قال كده في مجمل الكلام في التصريح اللي قاله يعني اللي هو الطبيعي الطبيعي ان يعني انا بشوف انه اتحاد الكره مجلس اداره اتحاد الكره الامر الواقع بيقول انه انتهى اكلينيكيا صحيح انتهى صحيح ليه بقى الدوري في الرابطه والمنتخبات المنتخب الاول مع حسام وابراهيم وفي مدير فني للاتحاد علاء نبيل يبقى اذا دور اتحاد الكره هيبقى يكمل ايامه المتبقيه لغايه هو مسير للاعمال اكتر منه بالظبط متخذ القرارات لانه بالظبط يعني زي ما بقول لحضرتك من وجهه نظري هناك فشل اداري وواضح واضح جدا من الاول يا كابتن من الاول برضه باستثناء حاجتين. طب حضرتك انت عاوز تصلحها ولا عاوز تسيبها كده؟ انا عايز اصلحها. عاوز تصلحها اخترت مين؟ اختيار انا شايفه اختيار موفق للكابتن علاء نبيل. تمام. طب انت كاتحاد كوره ماشي اخترت علاء نبيل على فكره من القرار المميز في القرارات اللي صدرت اول امبارح هو اختيار علاء نبيل. القرار الظالم ويحتاج الى رد اعتبار ما حدث مع كابتن محمد يوسف. لابد وبسرعه اللي حصل ده. لا انت هتعمل ايه مع كابتن محمد يوسف؟ لا رد اعتبار ليه؟ ما انا بكلمك هو كاتحاد كوره. لا انت الراجل يعني جبته وحطيته في وش المدفع. ما هو نوع من لا من وجهه نظر حضرتك رد الاعتبار. لا رد الاعتبار في توليه مسؤوليه. لو انت شايفه ما دام شايفه المدرب يصلح عليه ان هو يتولى مسؤوليه اي منتخب على مكان مدرب عام لمنتخب مصر الاول مع مدير فني اجنبي. يبقى مدرب فين؟ مهما عملوا مش هيصلحوا الغلطه. هي الغلطه انت شايف الغلطه مالهاش علاج؟ انا شايف ان هي مالهاش علاج طبعا. هي طبعا هي صعبه طبعا. انا هل ينفع ان انا اقول اجيب كابتن محمد يوسف وهذا الاسم الكبير المحترم الرجل المحترم على فكره لو كان اي اسم تاني كنا هنقول هذا الكلام برضو طبعا يعني لكن اجيبه بعدين بعدها باقل من 72 ساعه قرار لحضراتكم مدير فني اجنبي مع مدرب عام كابتن محمد يوسف بالظبط ما كنت تصبر اليومين دول ماشي كابتن او اصبر الاسبوع ده ما انا بكلمك بس هو خلاص هو كابتن دلوقتي علينا يعني القائمين برضه بقول لهم يا جماعه اعملوا حاجه لوجه الله اعملوا حاجه لوجه الله قولوا علاء نبيل قدم لنا يا عم ايه اللي انت تعمله صحيح ورقه ويتعامل مدير فني ويوافقوا عليها وبعد كده نيجي بعد كده نحاسب علاء نبيل انت عملت او ما عملتش بالظبط كده لان احنا نفسنا نشوف ملمح من ملامح النجاح داخل اتحاد الكوره هو امكانيه التخطيط الفني لقاعده الكوره نفسها يا جماعه
الأزمة ليست في أزمة المدرب فقط، علينا ان احنا نبص بنظرة تانية ونشوف اللي حوالينا اتطوروا ازاي. نظام المسابقات ماشي، نظام مسابقات وخاصة القاعدة مسابقات ومستويات اللعيبة. يبد ان انا اقول على نبيل اتفرج، ده التقرير لعمرو كروش من 21 بعد خسارتنا ايه 2 نهائي تأهل نهائي أمم أفريقيا وخسارة بطاقة مونديال 2022. الراجل قال عندنا مشاكل. مشاكل في ايه؟ مشاكل في تأسيس اللاعب. قالك في لعيبة عندها مشاكل في 1 2 3 4. أقول الكلام ده، أطور الكلام ده، أدور أنا ليه أعمل مسابقات لفرق الناشئين بتاعت 11 سنة و12 سنة بدل ما أعلمه أساسات اللعبة. أشوف أبص على التدريب والشغل، اختيارات نفسها عاملة إزاي. يعني عاوز أقولك إيه، نعمل حاجة واحدة بعد كده نقول متشكرين، بدليل إنك أنت لما سيطرت على الكرة في أفريقيا فترة من الفترات كنت بطل أفريقيا في الشباب والناشئين، كنت حاضر بقوة، كان عندك مسابقات مختلفة، مسابقات القطاعات، مساحة مفتوحة على مستوى الجمهورية. ما هو كان تختار فأنت أنت أنت دلوقتي خدت الفترة دي وكان عندك مجموعة من المدربين المميزين. أنت النهاردة عمل في القرار يا كابتن إسلام اختيار 2 مدربين هنسفرهم بره. بقول لحضرتك إحنا لينا قد إيه إحنا بنتكلم على الفكرة دي، لما اتكلمنا هنا قلنا محتاجين فعلا ندور على ناس تستحق انك انت تطلعها بره تعمل لها معايشه سنه ولا سنتين. لو لم يكن كابتن حسام حسن كان مين اللي ممكن يمسك منتخب مصر؟ مصريين؟ مصري. اعتقد انه حسام احق. لا 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 ما هو ماشي يعني يعني ما فيش يعني في يعني قصدي الكلام اللي حضراتكم كنتوا بتشيروا ليه من سنه تقريبا واحنا عارفين. مفاجاه واقول لك عليها اللي هو ايه؟ وجود كوادر. وجود كوادر ايوه ما هو وجود كوادر وكيفيه تحضير كوادر مصريه للفتره القادمه. ما هو ده مهم جدا، بس هل ده هيتم يعني في ما هو طيب ما هو ده قرار جيد على فكره، ولكن اشمعنى اثنين والاثنين دول معروفين من قبل ما يطلع القرار؟ خلي بالك وانت عارف انا يعني. عارف يعني القرار متفصل لناس معينه مش فاهم ليش معنى اثنين واخترتهم على اي اساس؟ على اي اساس؟ وايه بقى الاسس؟ عارف يا كابتن مين اقرب ناس كانوا المفروض يتولوا؟ يعني لو ما كانش حسام حسن من وجهه نظري اثنين اتفضل، وممكن فيهم واحد ايمن، كابتن ايمن الرمادي. بص عليه مدرب بيصير بخطوات ثابته، خد معاه رقم اثنين يمكن يجي بموازاته برضو علي ماهر. يعني برضو اثنين دول ياتوا بعد حسام. بعد حسام حسن طبعا طبعا، تاخد بعديهم انت تمشي بعديهم بشويه. وممكن انا شايفه برضو مظلوم مش واخد حقه كابتن طارق العشري. معرفش طارق العشري يا جماعه برضو مدرب ليه نظام وليه سيستم، بتولي المسؤوليه والاداره الفنيه وعامل شغل. يعني انت بص برضو على بصماته مع الانديه المختلفه، حتى لو كان النهارده يعني خسر من سيراميكا 1-0، لكن ده مش ده المقياسك. برضو تبص على مدرب ليه شخصيه في الملعب ولا لا. ليه؟ واحمد سامي برضو، احمد سامي برضو موجود في الصوره من العناصر الشابه ماشي. يعني شاب 50 يمكن سنة. يكون الكابتن يمكن يكون الكابتن يمكن يكون الكابتن محمد يوسف دفع فتره ابتعاده عن التدريب. يعني لو كان حاضر متولي التدريب في الفتره دي كان يمكن تبقى الحسابات مختلفه بالنسبه له. محمد يوسف اللي ما حدش يعرفه يكفيه في السي في بتاعه حصول على دوري ابطال افريقيا في نسخه ايوه محمد يوسف حاجه اكبر. ايوه بقول لك اهو دوري ابطال افريقيا، عمل السوبر الافريقي، عمل مع الاهلي نتائج اكثر من رائعه، ده يؤهله لمدرب كبير جدا جدا. وبقول له ما تزعلش، دي اختبارات ودي من يعني محنه وهتطلع منها المنحه ان شاء الله. خلي بالك هو لم يعني. يتم حتى الان يعني انا ما اعرفش كابتن محمد يوسف هيعمل ايه الفتره الجايه. هو ما علقش لغايه دلوقتي، لم يعلق حتى هذه اللحظه. بس هو طبعا وضع طبيعي ان هو مش هيستمر في ظل حاله البرجله، ويمكن هو مش يعني مش هيخش في الجهاز بتاع كابتن حسام. مش حسام له تصور معين للناس اللي هيشتغلوا معاه. استاذ جمال علام دلوقتي عبر قناه سي بي سي بيقول وجهنا الشكر لفيتوريا فهو من المدربين المحترمين واخبرناه بالضغوط الموقعه علينا وتفهم الوضع الذي نمر به. طبعا ده مش صحيح، هذا الكلام غير صحيح. رغم ان البعض تحدث عن عقده واوصل الامر لمبالغ خياليه، ما حدش اوصل الامر. طب ما يقولوا لنا المبالغ، ما تقولوا لنا انتوا المبالغ. ايوه ما تقولوا لنا المبالغ. يعني كنت اتمنى ان هو يطلع يتكلم بطريقه افضل من كده. يعني الناس بتتكلم في ارقام يا كابتن محمد صلاح لاعب يطلع يقول محمد صلاح لاعب خلوق ومحترم، وهو يغير على بلده ومر بظروف صعبه، ومع حسن سيكون معاون له في الفتره المقبله. تمام ان شاء الله نصعد كاس العالم مع حسام حسن ونمتلك لاعبين مميزين. ده كلام الاستاذ جمال علام ان شاء الله. كلام الدكتور اشرف صبحي برضو من خلال السي بي سي، عقدنا اجتماعا مع حسام حسن صباح اليوم، ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه. وابدى كل الاحترام والتقدير لمحترف مصر محمد صلاح، كما ابدى المحبه والاحترام له
وقال انه لو هناك فرصه لزيارتهم هطلع ازورهم. سؤال، هو ليه الناس متصوره ان حسام ومحمد صلاح هيبقى في بينهم خناقه؟ مش عارف دلوقتي، ما عاوزين نفهم من مصدر، لا أيوة، من مصدر إيه الشائعه، إيه مصدر نفسها دي اللي هي توصلت واترسخت في الشارع نفسه. ايوه وبعد لا الكلام بس خلي بالك دي ده بيجرك لسؤال تاني. هو دفع الناس بتتكلم فيه انه محمد صلاح بيتدخل في اختيار الاداره الفنيه للمنتخب، وده في حد ذاتها برضه الكلام ده يعني اعتقد انه صحيح. حتى لو كان يعني النجوم الكبيره بيبقى لها وجهه نظر واحترام، ما اعتقدش هيقولوا احنا هنجيب لك فلان فهيقول لهم لا انا مش عايزه. لا ما يعني ما اعتقدش الامور تصل للدرجات دي. انتوا محمد اذكى من كده يعني، هو المسؤول يا جماعه. عموما احنا امام مجموعه من القرارات الساذجه من اتحاد كره الحقيقه مصر تستحق افضل من كده بكتير. هو طيب قوي الاتحاد، ناس طيبين والله. تظلمت الطيب كده. ايوه طيب. يعني طيب ايه؟ نحن امام ناس كويسين، امور غريبه جدا جدا في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الاوقات. كان يجب ان يكون الامر اهدى من كده شويه، وجهه نظر يعني في نهايه الكلام عن المنتخب يعني. شوف المهمه الاساسيه دلوقتي، خلينا نتكلم على مهمه حسام حسن. صحيح. اول حاجه حسام لازم، هو وابراهيم حسن، دي نصيحة من حد بيحبهم يعني على المستوى الشخصي، لازم يفتحوا صفحة جديدة مع الجميع. هم قالوا كده مع الدكتور أشرف. الدكتور أشرف عمليا يعني. يا كابتن إسلام بمعنى إيه؟ إنه النهاردة أنت هتبقى مسؤول مسؤولية مباشرة عن منتخب مصر الأول، فقد تتعرض لانتقادات. صحيح. فلا بد أن يكون، لا هتتعرض لانتقادات. أيوة، لا بد أن قلبك يبقى مفتوح لاستقبال كل الاراء. صح. ثانيا لازم يبقى في الجهاز ده، يعني حتى لو انت كمدير فني بتعرف تشتغل مع مجموعه معينه، لازم يبقى في ناس يا كابتن من اللي هم المعدين، اللي هم الحاجات الرقميه واللي هي الاساليب العلميه، سكاوتنج يعني بتاعك. الاساليب العلميه عموما، الاعداد البدني، فريق السكاوتنج بتاعه، لازم يكون عنده فريق مميز جدا يتم اختياره. طبعا يساعد الجهاز ده بتكوينه اللي هو يكونه حسام، تساعد على انه يؤدي شغله صحيح بشكل عملي وجيد. انت عندك اول مباراه هتبقى امتى؟ في شهر 6 مع بوركينا فاسو. اللي هي مباراه بوركينا هنا في القاهره. هي المباراه الاهم والاصعب في هذه طبعا المباراة. طبعا انت اولا في هذه التصفيات الناس. نفكر برضو الناس الجوله الاولى كانت مصر وجيبوتي 6-0، دي اول مباراه في التصفيات. الثانيه مع سيراليون في ملعبهم انتهت 2-0، يبقى انت لغايه دلوقتي الجولتين بنسبه 100% نجاح. الجوله الثالثه بقى هتبقى هنا في مصر مع بوركينا فاسو. صح كده؟ من 3 إلى 11 يونيو، وبعديها الجوله الرابعه غينيا بيساو من 3 إلى 11 يونيو، برضه مباراتين في نفس التوقيت يعني في نفس الفتره. هتلعب مباراتين. انا في رايي ان المباراتين دول هم المهمين جدا اللي محتاجين تركيز جامد جدا. يا غينيا هنا هتبقى ولا بره؟ غينيا بيساو هتبقى خارج الارض. خلي بالك بقى في ظل المفاجآت اللي احنا بنشوفها مع طبعا كثير من المنتخبات في الامم الافريقيه. طبعا. فخلينا ننتظر ونشوف بقى مستوى هذه الفرق، هذه المنتخبات خلال الفتره اللي انت امام بوركينا فاسو، ما هو فرقه كبيره خلي بالك جدا، وبتعمل مفاجآت وغنية، وهو مقعد واحد. يعني انت عندك 10 مباريات لعبت منهم ماتشين. ايوه 10 مباريات في التصفيات. الاثنين اللي انت كسبتهم دول هيفضلوا معلقين لغايه اخر لحظه، لان هو مقعد واحد اللي الاول هو اللي ياخد تذكره السفر صحيح الى كاس العالم. فاحنا في ظهر المنتخب وفي ظهر الفتره القادمه يا استاذ محمود. بلا شك، انا بقول لك انه عاوزين نقفل الكتاب ونبدا في مرحله جديده. وزي ما قال الاستاذ جمال يعني اتفق معاه، يعني نصيحه للجهاز الفني الجديد وكابتن حسام وكابتن بقول جه الوقت انه لازم الصوره تتغير، ان الناس بتفسر الحماس الزائد بصوره باخرى، يعني شايفاه انه الامور يعني محتاجه تبديل، محتاجه سعه صدر، محتاجه تحمل النقد، محتاجه امتصاص الصدمات والتعامل معها، وازاي اتعامل مع الجانب الاعلامي مع الجماهير مع رد الفعل، يبقى شكل مختلف
ونبص ونشوف يعني وليد الركراكي واللي جنبنا في المغرب عامل يعني النهارده اتحاد الكوره امبارح عمل له تجديد في الثقه وبتاع ودعم ليك وبتاع. فالناس برضو الناس بتتمنى لحسام حسن وجهازه النجاح حقيقي واتمنى له ان هو يعمل حاجه كويسه. وانا صحيح. بقول له دي فرصه مهمه جدا وحد المصريين خلال وحد الناس حواليك هم جايين برضو استاذ محمود باجماع من الراي العام انا بقول لحضرتك يعني الراي العام برضو له دور وحد الناس وتناسى كل شيء وخلي تركيزك انك انت تعمل حاجه لبلدك زي ما عملتها كلاعب خلي عندك فرصه انك انت تقدم لعيبه جديده للمنتخب تدور وتتعب وزي ما انت عملت خلي فرصه انك انت الناس كلها تلتف حواليك خلي التصريحات منضبطه خلي ادي دفعه للكل الناس عندها امل ونفسها تفرح بيك وانا بقولها لك اهو تفرح بيك ان احنا نروح كاس العالم معانا مدرب وطني تكرر تجربه الراحل العظيم الكابتن الجاري رحمه الله عليه. عاوز اقول لك الناس مش قادره تنسى كمان اللي عمله الكابتن حسن شحاته في 3 بطولات نفسها تفرح فرح الناس. الكلام ده مش هيجي بالكلام هيجي بالجهد هيجي بالعمل على اتحاد الكوره وكل هيدعمك الدوله وزاره الشباب والرياضه الجمهور الاعلام. فانا عاوز اقول انه فرصه انك انت تحط لنفسك بلان كبير جدا تمشي عليه بفتح صفحه جديده واحتواء الجميع وتقديم شكل مغاير يقول بالفعل انك انت اتظلمت في التاخر بتولي هذه المسؤوليه. وده كلام حقيقي. نتمنى رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال المرحله القادمه. خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن النادي الاهلي وما يحدث داخل النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال استاذ محمود النادي الاهلي في ظل هذه الظروف الحمد لله اعتقد الدنيا كلها كانت واقفه اجازه فتره طويله جدا ولكن النادي الاهلي استطاع ان يستفيد من هذه الفتره بشكل جيد جدا. ده مؤكد طبعا الفتره جت بالمشاركه طبعا في دوره الوديه حقيقي. في الامارات كانت فرصه ل تجربه عدد كبير من اللاعبين منهم طبعا الصفقات اللي انضمت للنادي الاهلي وبالتالي هي فتره مفيده لان النادي الاهلي بعد كده راجع على مجموعه مباريات ومنافسات قويه يمكن اولها شباب بلوزداد طبعا مباراه مهمه جدا وتليها ايضا بعد كده مباريات كتير لسه هنشوف يعني استعدادات الاهلي ليها ايه لكن 100% الاهلي مؤجلات الدوري ومؤجلات الدوري طبعا ده كله هيمثل عبء طبعا على الفريق لكن انا بعتقد ان الصفقات اللي تم ابرامها واخرها الصفقه اللي هي يعني اجباريه الاعاره بالنسبه للحارس محمود الزنفري اعتقد برضو انه اضافه يعني هو كحارس حارس مميز بالاضافه لوجود مصطفى شوبير والحارسين الاخرين بتوع حمزه علاء ومين مصطفى مخلوف فطبعا الاهلي دايما بيشتغل على حته احتياجات المدير الفني. المدير الفني كولر اكيد عمل حدد خلال الفتره اللي فاتت احتياجاته هتبقى ايه وبتتنقل الى لجنة التخطيط وإدارة التعاقدات ويبتدوا يلبوا طلبات المدير الفني وأنا بشوف إن ده أهم حاجة ومش لازم يبقى في عدد كبير من الصفقات على فكرة حقيقي اللي هي صفقات الضرورة أنت محتاج له محتاج لاعب في مركز معين مش محتاج إن أنت طبعا. تغير الفرقة كل كام شهر بالعكس ثبات التشكيل وثبات القوام الرئيسي بتاع الفريق مهم جدا اضافه ليه طبعا الاضافات المطلوبه يعني استاذ محمود لا هو طبعا انا شايف انه عمل حاجه يمكن اول مره تحصل في النادي الاهلي انه يتم قيد في القائمه الافريقيه 6 ناشئين صحيح بصراحه خطوه في منتهى الجراءه منه واتمنى يكون اللي في دماغي صح يعني بالفعل انت محتاج انك انت تعتمد على ابنائك من الناشئين المميزين اللي انت شايفهم بتقدمهم بصوره او باخرى في المرحله الجايه ولابد انك انت تقلل الوافد من بره بالصوره الكبيره جدا بالاعتماد على مجموعه من المميزين والمواهب لدعمهم ومنحهم الثقه في الفتره اللي جايه. ما دي من كانت من ضمن الدروس الجيده اللي حصلت في طبعا طبعا لا شك طبعا كانت اختيار معسكر برضو في الامارات كان شيء مميز برضو المنح الفرصه للعيبه كمان يمكن في بدلك برضو
في اصابه المهاجم الجديد طبعا وسام يعني حسام ما كانش الدنيا متوقعه، لكن معلش هي كده. برضو انضمام عمر كمال عبد الواحد في التوقيت ده، وضم برضو محمود الزنفيري طبعا انا شايف برضو من الحاجات المهمه، ودعم برضو لحراسه المرمى برضو بخبره من الخبرات ومن حراس مميزين للي احنا شفناهم في الدوري المصري في السنوات الماضيه. اتمنى له التوفيق ان شاء الله. طبعا مع الواعد بامانه شديده مصطفى شوبير برضو هيكون عليه مسؤوليه كبيره، ومعه حمزه علاء. فاعتقد انه الفتره الجايه دي هتبقى محتاجه فيها ضغط كبير جدا على الفريق، خاصة انها تبدا بمشوار بالسفر الى الجزائر لاداء مباراة الشباب بوليسداد. كمان عندك بعد كده تحديد مؤجلات الدوري، هيبقى في عندك ضغط كبير جدا طبعا. برضو عندك نهائي الكاس يوم 13 مارس اول ايام شهر رمضان معظم ان شاء الله. فاعتقد انه برضو حسابات الجهاز الفني اكيد دارس ومحدد المرحلة ومتطلباتها، وانك انت عاوز تحسب برضو موقفك في التأهل في دوري المجموعات، عاوز برضو تستعيد قمة المسابقة وتبعد عن المنافسين بصورة واخرى. فاعتقد انه اعتقد كولر واللعيبة والجهاز الفني ودعم الجمهور هيبقى مهم جدا في الفترة الجاية، خاصة ان برضو الناس وحشها الاهلي ونفسها تشوفه مرة اخرى، ونشوف برضو الدوري على مستوى افضل ومنافسة اكبر. ان شاء الله تكون بداية موفقة ان شاء الله من الجزائر، ان شاء الله تكون عودة الفريق مرة اخرى للمستوى. يا رب. مباراة مهمة طبعا جدا، مباراة بوليسداد طبعا. يعني الفرق الجزائريه عموما بيبقى لها يعني مبارياتها مع الاهلي ومع الفرق المصريه لها طبيعه خاصه حتى على مستوى المنتخبات، فهي مباراه مهمه جدا جدا في مشوار النادي الاهلي يعني. طيب ماذا سيحدث بقى في البطولات القادمه؟ عوده الدوري من وجهه نظركم، عوده الدوري، عوده الكاس او مباراه النهائيه في بطوله الكاس يوم 13 اعتقد مارس، وتبقى 13 مارس. اتفضل استاذ محمود. اعتقد انه ما انا بقول لك انه انت كمان عندك مشكله برضه في مارس، انت عندك دوره وديه للمنتخب الاول برضه، فهتكون في الامارات ما نعرفش انت هتروح فيها ولا لا. اعتقد برضه هيحاول يدي فرصه برضه للكابتن حسام برضه الجهاز جديد عشان يشوف المنتخب واللعيبه برضه، وده تجمع مهم جدا. فانا عاوز اقول لك ايه، هتبقى فتره مضغوطه كبيره جدا على اللعيبه وعلى الاجهزه الفنيه. اعتقد انه يعني كولر هيكون حريص جدا على مسألة الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، ودي بقى هي دي مناط الحدوتة كلها، وتوفيق ربنا ليه في اختيار العناصر والحفاظ على أكبر قدر من العناصر الأساسية موجودة، بعيدا إن شاء الله عن ربنا يبعد الإصابات يعني عن لعبة النادي الأهلي. فأعتقد هتبقى دي هي دي لب الموضوع، زي ما احنا اتكلمنا عنها الموسم الذهبي اللي حصل فيه، انك انت قدرت تحافظ على فرقتك بشكل كامل، وكان يمكن التغييرات محدوده بشكل انك انت كنت محافظ على القوام. فدي من التحديات المهمه جدا، ودي اللي هتكون حاسمه فاصله خلال مشوارك سواء على دوري ابطال افريقيا البطوله المهمه، او على البطوله دوري المفضله ليك الحفاظ برضو على درع الدوري في الجزيره. برضو دي من الحاجات هتبقى صعبه جدا. كمان وكاس مصر مباراه كبيره جدا، كاس مصر ونهائي مع الزمالك برضو بشكل جديد بعد تدعيمهم بثقافات صفقات كبيره وجهاز فني جديد، فبرضو دي هتبقى لها حسابات مختلفه هتخلي المواجهه مواجهه صعبه وبشكل مختلف. ان شاء الله يكون يعني الجهاز الفني حاضر ومحضر ان شاء الله بصوره كبيره جدا، بمعنى ان الاهلي هيرجع للمشوار بتاعه تاني طبيعي بقى اللي هو الطبيعي، واللي هو بيتضمن العديد من المشاركات في وقت واحد او متقارب. وبالتالي احنا شفنا يمكن مارسيل كولر برضو عنده ابتدى يعني يتعود جدا على اللعبه دي صحيح. او على هذا الاجواء دي يعني على الاجواء دي وهذا التزاحم في جداول المباريات 100% هو بيبقى عامل حسابه من خلال اعداد كل اللاعبين زي ما شفنا قبل كده ان هم يبقوا جاهزين للمشاركه في اي لحظه يعني. عموما نتمنى رب كل التوفيق للنادي الاهلي ولمنتخب مصر الحقيقه خلال الفتره القادمه في ظل هذه الظروف الصعبه جدا اللي بيمر بيها منتخبنا. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب وكل التوفيق للجهاز الجديد اللي احنا يعني بنقول ان كابتن حسام، كابتن ابراهيم، كابتن طارق سليمان، كابتن احمد الكاس، كابتن سعفان الصغير، كابتن وليد بدر، دي المجموعه اللي بيقال ان هي هتكون متواجده مع منتخب مصر خلال مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم اللي تم بالفعل اتخاذ قرار بوجودهم مع منتخب مصر خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ جمال. شكرا جزيلا استاذ محمود. وعلى فكره انا بدعو اتحاد كره القدم لان هو يمحو القرار اللي حطه من يوم 4 فبراير
اتمنى ان القرار ده يتشال من على الصفحه. نعم خليه موجود. حلو. لا بالعكس، ده انا النهارده قلت اتاكد حاجه اصلا تزعل. لا انا قلت اتاكد ان الخبر موجود القرار، لقيته موجود والله. ايوه خلاص يعني يا جماعه شيلوا القرار ده يا جماعه، عيب. احنا صورناه، انا صورناه وكل حاجه، ولكن ما تبقاش موجود. كلنا عملنا سكرينز يعني وعندنا القرارات، ولكن ان هو حتى تقديرا للرجل يعني تقديرا للكابتن محمد. انا برضو قريت من ضمن الكلام عشان برضو ابقى قلت كل حاجه. من ضمن الكلام اتقال للحاج عامر حسين قايل ان الكابتن محمد يوسف رفع الحرج عن اي جهاز فني، عن الجهاز الفني للمنتخب. هو راجل محترم محمد يوسف طبعا. انا ما اعرفش يعني رفع الحرج ازاي، ان هو اعتذر يعني كده. فيعني معنى كده ان يمكن قد يكون هناك اعتذار بشكل رسمي من الكابتن محمد يوسف. عموما هيبان من النهارده لبكره، هيبان امور كثيره جدا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.